تكتب كلر بالعنوان، نسيت اكتب كلر بالعنوان، نسيت اكتب كلر بالعنوان، نسيت. اكتب كيلر بالعنوان، انت اكتب كيلر بالعنوان. وش شغل هذا؟ ايش؟ This is Hocus, a magic like website builder. Just answer a few questions and your website is. When we turn, look across the field and see how tired they are. That's to give you more effort. I'm gonna beat it down. I'll get fundamentally strong. Oh, chill, chill, man. Everybody's great when they're Oh my God! Alain! هذا يا خوي! هذا يا شيخ! Oh my God! Chill bro, chill! حياكم الله اخواني. اليوم داخل عشان اشق اي واحد قدامي. دقيقة بس كذا. عيال في ضيف. في ضيف عندنا. دخل الغرفة كذا بالغلط. دقيقة، ما عليكم من شعري يا اخي. والله دخل يركض، بوديه دقيقة، بوديه واجيكم. تعال يا شيخ، تعال دبر. عيال بغيت اسكر الباب على راسه. والله ما اسكر الباب على راسه. ايش في صدى؟ 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 من وين ذا الصدى؟ والله ما ادري يا عيال، كذا هو يبي. يا ولد الو صدى، الو صدى، الو قاعد تسمعون انتم ولا علق علينا؟ يا
سمعتك من أغنية صح، هو نفس صوتي بس مو دي الدرجة الصدق، فهمت كيف؟ مو نفس صوتي دي الدرجة like كمان you know. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، حياكم الله أخواني الجميع. ladies and gentlemen، متى الأخضراني؟ والله ما أدري، أنا اللي يعرفه إنه أنا مني عاني. طيب اليوم بثنا كثر، شكلكم ليش تلبس هودي عشان أفجر أم المكيف؟ طيب والله ذكرتني دقيقة، والله بيصير حار يا عيال، والله أنا خايف. هاي أدرى ايوه الله يسعدك، انا في بث الحين الله يسعدك، نشوف ان شاء الله الله يسعدك. كيف حالكم يا اخوان؟ غيروا العنوان، اكتبوا جاي عري، انا جاي عري، انا جاي اهين، انا جاي اهين. اسمع الحين اسمع الحين اسمع الحين اسمع الحين اي اي. طيبين. طيب شكرا لجل على السبسكرايب ريان، شكرا على طيب هذا الواتس وميوت يا عدنان. طيب عيش، يلا روح يا عدنان. اها طبعا شكرا على السبسكرايب، شكرا جميعا. طيب كير شاندرا العم مسكر يفم هناك. داخلي اليوم للتعرية، اليوم اي واحد يوقف قدامي راح يسمع مني للحاني. انا شكرا على السبسكرايب. ما تحس انك تنخش من العاب الرعب؟ وماي قال حتى انا حسيت كذا صراحة. يا بكرة بينزل لكم مقطع رهيب حبيبي حبيبي، اكيد اكيد دام انت البيج بوس اكيد راح ينزل مقطع رهيب. طيب ايش على ربي اني انا ما ادري انا وش ابي. تكفى عليك بعيال متشال ساطين على المدينة، والله ما ادري من هم لكن اهداف كلها واضحة. ولا كيف؟ طلبت كوفي؟ طلبت موية؟ غيروا العنوان يا عيال. ما غيرتوا العنوان؟ بالله ما غيرتوا العنوان؟ لازم اتصرف كل شيء انا موجود. المودريتر هذول يدمروا البلد، انا ما ادري ليش المودريتر واصلين المرحلة هذه من السوء. يا عيال شوف شيلة ابو شايع، نزلت الشيلة حقت ابو شايع. خلنا نسمع يا اخي، لازم اجيب لي دارك مود شيلة ابو شايع عشان الدواسر. ابو شايع من عربي والله شوف الدواسر متغير. احمد محمد من اصحاب السيادة، الله كل من هو سار خلفه ما يهاني. الفريق اللي معه رمز القيادة، ابويلي وجماهيره يشار له البناني، لو ما تاثيره ما خاذ منهم شهاده. زيادة الله الفكرة تجيني في ثواني، لو حرمتني فراشي والوسادة ودي امدح رسم الروس الحطاني يستحق المدح منا. يا عيال ذكروني بالله اعد مهنة مشغل ذي الشيلة. ابو شايع من عربي الله الله ايه ابو شايع ترجمة
هي حلوة والله، بس لاحظ شيء، ليش 11 دقيقة؟ والله كثير يا ولد، 11 دقيقة. نشاني الله يا مرهم ويلي هذه بشغلها بعد شوي بداها من السكراب حق السكراب اطلق كلام قاعده بسوي لي شيلة كيلر كيلر يا صاحب المعاني والله انك واحد له قيادة فعلك في المحكمة له شهادة والله انك علمت لك علامة موجود الكلمات ليه؟ هذا موي ها رد فعل بشايع شغلنا شغلنا موي محمد ابو شايع من عربي شغلت حلقه الان شكل هذا بس رد فعلي لا بس بس خليه يسمع خليه يسمع الله انا ليش ما رحت المكتيك ليش؟ يا سلام السؤال كيف جات الفكرة لإبراهيم؟ يا أخي أفكاره يا ولد تحس ينام يقوم عندي فكرة لس دوت والله ما شاء الله كيف جات؟ مو طبيعية وأنا قاعد أجرب بالملعب إذا فازوا بالنهائي يا رب تخيل فازوا بالبطولة يشغلونها لا على طول يا ويلي ويلا يا عيال ما تطلعوش السجل حقية والله يا عيال والله ما بطلع شخصية الطعس اللي فيني ترى زابك والمويه ابي اسمعها يا عيال ابغى اسمع كلمات التليفون اقول اقسم بالله
شلها وبنح لا بنا شكرا على سبرايب لا خليني ابغى الصاحب انا وقفنا خلنا الحين نتفاهم يا ولد يا عيال رب العزة نصدمني اول شيء تمام هو قال لي الشيء السير ما يبطل من كبر اشهد بالله بس انا ابغى استوعب ها قالت له طيب شكرا على السبسكرايب عزيز شكرا على السبسكرايب اقول هذه انا بشغلها هذه بشغلها ما فيها موسيقى لا لا ما والله ايش يقول انا حرصت على النقطه دي والله انا قاعد معك الوالده كلمتني قالت لو فيها موسيقى ما راح تنزل حلو حلو طيب اول حاجه متى بتنزلها ادري واحد بنزلها ان شاء الله خلال 3 ايام يعني لو طوله باذن الله يا تخوف بتنزلها ونلقى جت كلمات الشيله وينها قاعد ادورها باذن الله ولا قبلها ابراهيم جامدة ابي اسمعها بدون تصوير يعني بالله خلاص لقيتها بس خلنا نخلص الحين ايش حاب تقول لي شبل الدواس يعني واحد قال عاديك ايه كذا ما يم عليك ما في احد يقدر يعاديك لا يديك ام عليك الله هذه شوف هذه ممكن نغلي لها راب فهمت مع اني ما ركزت في الكلمات كلها ولكن اعطاك بيت ولكن هذا قصيد هذا مو بسوالف مو بخرابيط هذا قصيد يطلع عمرك الحين هذه ممكن نخليها راب زي كذا شوف اها alright here on the mic شيل قواتي هنا الحكواتي مدري ما متى مماتي كذا يا ما عليك ما في احد يقدر يعاديك ولا يديك ما عليك الله يحميك الله يحميك ويخليك ويغليك ويخليك ويغليك يوم لك ويوم عليك يوم لك ويوم عليك انا بروحي انا بروحي انا بروحي انا فديك روحي بروحي 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 انا فديك انا فديك انا فديك انا بروحي بروحي فديك فاسمع الحين اسمع الحين اسمع مني انا الحين ملك الزمان ملك ملك المكان ملك ملك الزمان ملك ملك المكان كذا رهينه يا مان فاسمع الان فاسمع الان مني اللي بلان مني اللي بلان يا اي 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 ساري باري تاريخات شيري باري باري سابي رابي رابي لو اسمع الفلو واسمع مني فلو هي ايه ايه سينيفر شكرا عجبتك الراب ها لوكي شكرا على السبسكرايب ايه مكو شكرا على السبسكرايب الله يسعدك طيب طولت لك راب يا دينيفر طولت لك راب يلا جهدي بلغ عليكم حكم النشر لا حول هذا والله اللي تندم طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الآن أخواني الكرام طيب والله ما اذكرني تقول اسمك والله ما ذاكرني تقول اسمك الحقيقي القمها اقعد بها اقعد بها يا ذيبان خليك تزح اقعد بها او تشل 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 ميت تشل ميت تشل ميت تشل ميت تشل 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 شكرا الله يسعدك على السبسكرايب بيدي شكرا على السبسكرايب مواتر واجد في عدد الاختبار البثوث محفوظة وبدون سبسكرايب من الحين اقول لكم خليتها امس بدون سبسكرايب اللي ما يدري البثوث كلها محفوظة بدون سبسكرايب يعني انت البث بدك تتابع متى ما تروق ابشروبي ابشروبي اسمع اسمع
اليوم اليوم ايه بولع امها اليوم اليوم بنشضرب في الكل. ايش رايكم بالجرافكس؟ ها؟ صح انه ثقيل، ايش رايكم فيه؟ شلون شلون؟ شلون اضبطكم؟ شكرا سي جي، طبعا سي جي صاحب الجرافكس، بس برضه في سي جي في ملاحظة بسيطة بقول لك اياها بعد البث. طب هذا بوديها البي سي الثاني، كيف الاغنيه دي؟ ما اقدر. اكيد المودريتر راح يضبطوني، ليش؟ المودريتر يحبوني وانا احبهم، صح؟ السلام عليكم يا اخوان. سلام، كيف حالك يا دون؟ هلا وسهلا. طيب ان شاء الله انت دايم. الحمد لله تمام. مبارك مين القائد اليوم يا دون؟ اليوم انت. معليش ما سمعت. في قوات انت القائد. ما اجين قائد القوات. معليش بالله تكفى. لان انا عندي شوف السماعه مسكره على اذني. اجين ارفع صوتك. تبي ارفع صوتي صح؟ اي بالله تكفى. الو شيخنا مين القائد؟ أنت قائد القوات يا كيلر تشاندلر. أنت قائد القوات. إيه أنا مضبوط. من صاحب مين؟ من صاحب الأمر؟ مين قائد القوات؟ مين صاحب مين كيلر صاحب مين صاحب الأمر مين؟ كيلر تشاندلر صاحب الأمر. خلاص زين شباب هنا جاهزين. غريبة ما استعدوا. لا لا أنا ما قلت لك استعد، أنا قلت غريبة صح ولا لا يا إنسان يا متعلم يا غير متعلم. الهمجية هذه ما راح تمشي معي. الله يسعدك تمام. ايوه هذه ردة الفعل مطلوبة. ما شاء الله تبارك الرحمن. شايف مين صاحب الامر؟ صاحب الامر انا. استريح الله يسعدكم. موجة كم الله يسعدك؟ 10.10. اسمعني في الموجة صاحب الأمر يتكلم. اسمعك يا صاحب الأمر. العادة والمعتاد أول مكان بنروح له للوس سانتوس. عشان إيش؟ نروح حارة السكراب ونتمشى شوي ونطلع. Let's go. صاحب الأمر لا تناقشني. شباب تقدرون توجهون لمركباتكم. You can go now. اسمع. ها. صاحب الأمر بس مو كذا هدى أصابك شوي. ولا اسمع نفس هذا صابك شيء ولا اسمع نفس ال اسمع جو جو خلاص خلاص يلا خلاص قلت لك خلاص يا جماعه بدون 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 كوتري بدون كوتري بدون كوتري الله يسعدكم. راح اطلع اول مركبه مركبتي معروفه بدون صفاتي عشان كذا انتم كلكم راح تكونون ورا الحكواتي. ابعد طريقك شويه افتح الباب. لا لا ما تطلع قبل. ارجع 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 لو سمحت لو سمحت اخوي ارجع لو سمحت ارجع. ايوه ارجع هنا القائد لو سمحت. ايوه نطلع الان. راح تطلع وراي. الله يسعدك. اطلعوا يا شباب الله يسعدكم. ايرشيب اير 1 اير 1 كان يو هير مي ناو زيرو. Yeah, good job. You can go high, go high right now. I am commander here. You listen. Thank you. All in 3D, I think so. 1, 2, 3, and go. صوت كيبورد أحلى شيء عشان تنطرب. أبيك تنطرب أنا. لما تسمع الموم تحقي إذا تنطرب. خلوكم جاهزين في أي لحظة ممكنة. بتكون انت جاهز. وين ما راح القائد انت تروح معاه. ليش؟ لانه القائد. راح نداهم البنكر اليمين. تجهزوا الان انزلوا من سياراتكم تجهزوا المداهمة. تجهز المداهمة البنكر اليمين.
جاهزوا 1 2 3 جو ناو جو جو نايس 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 تقدرون تطلعون الان يعطيكم العافية ارجو سياراتكم اي لايك ات صراحة اي لايك follow me هيلر 03 02 انا رايح لوست الان رايح لوست تمام احنا متوجهين لوست صوتي عالي يا اخوان كيلر ودك بشيء من حواليك اللي في الجنوب وبروح اخذ لي اغراض لا تهبط الا بامر مني انتبه اكيد طبعا قائد القوات كيلر ايضا ما ابغى تحديث لو سمحت ما ابغى تحديث مستمر لين اقول لك حدث تنفورت انتو تنفور يا قائد القوات كيلر احسنتوا يا شباب اشوف الاصطفاف اشوف اللي ورا بعض احسنتوا هذا الشيء يعجبني الالتزام المرونة خذ يسار خط يسار امسك خط يسار اشوف احسنت ردة الفعل جيدة امسك خط ايمن الان امسك خط ايمن خط ايمن احسنت قاد ديم اي لايك دبل دعسة الان شد لي على الدعسة شد لي على الدعسة يا اخوان شدوا لي على الدعسة لا شد لي على الدعسة يعني ادعس مو تسحب بريك يا اهبل كمان مان اوكي بريك 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 بقول لك بريك بريك يا خال بريك يا خالي Let's go. صح ذا. دبل الدعسة شد لي شوي. الآن اترك مسافة بينك وبين اللي قدامك. اترك مسافة. أيوة اترك لي مسافة كبيرة. أحسنت. الآن بريك 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 بريك. نايس كمان موف كذا ايوه صح لي خليك خط وسط نعم خط وسط وزن السرعه لا تصدم اللي قدامك ترك مسافه كافيه الان هدي للسرعه اللي قاعد يفحط علي الحرام لو وقف ايوه هدي للسرعه خليك وراي مباشره ممتاز نايس جود جاب وقف انت بصاحي انت اقول لك لا خليك وراي تلفلف مين يسار لا اثور فيك للحين راح نكمل هو بعد الله هو اللي يحميني راح نكمل ليتس جو تأكدوا من دروعكم تعشيق اسلحتكم في اي لحظة ممكن يداهمونا واذا داهمونا في الاول والاخير هم المساكين هد لا تلحم لا انزلك لا تلحم حدث لي يا ذيبان موقعك اهلي جالس امن لك سكراب جانج يا رئيس الرؤساء عشان تمر عليها وتشطفها سكراب يارد علم الحالك انت هناك صح؟ صحيح الحالي جالس اراقب لك بس انت عند المدخل الرئيسي ولا داخل؟ تمر جالس امشط لك السكراب يبدي انها فاضيه كان تبي تجي تسير اي انا اشوف السكراب لا لا خش 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 ما عليكم مني خش جو خشوا انزلوا لي هنا ليتس جو بيبي كمان بويز كمان بويز ليتس جو كيب موفينج مان كمان اي ريدي جايز رن اوبن فيلد ما يحتاج ورا بعض اوبن فيلد توزعوا مكان مفتوح توزعوا صراحه ما ادري ايش اقول
توزيع عمر المنطقة بشكل كامل تاخذ الحيط الحذر تروح وتبدأ تدرني في مكان بس شيل جايز في واحد عندي مصدع اوكي كلكم صدعتوا ولا ايش؟ انا صدعت شكلي صح؟ الو؟ لا تكفى اخوي اخوي تسمعني؟ صوتك يقطع من عندي ولا من عندنا؟ والله ما ادري هم من عندك ولا انت تشوف اخويانا واقفين؟ بس اني بس اني خلاص انسحبوا 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 انسحاب ريتريت ريتريت اول يونت شوفني الكلر ولا ما شوفني اشوفك صحيح تقدر شربته اللي سي باريتو اللي سي احبالي كويسة احبالك انت اللي مو كويسة اخوي الغالي سي جي تعال تعال حد حد الرجال حد الرجال حد الرجال حد الرجال حد الرجال ايش قاعد تسوي هنا يا غالي كم وش عندك هنا عطني ظهرك ظهرك عطني ظهرك كم كم سم 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 ابشر ابشر وش معك انت معك شيء ممنوع ما ادري اذا معي شيء ممنوع ولا اه يعني معك لا تناظرني لا تناظرني ارجوك لا تناظرني عينك لا تحطها في عيني لو سمحت انا اللي احط عينه بعين اذبح عندك شيء انت ممكن ممنوع ها فاسرقه انت عندك شيء ممنوع تكلم معاه تكلم كيف اسرقه وش اللي مسوي بس انت عندك شيء ممنوع ولا لا 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 لو ما معي شيء ولا شيء ممنوع انا مواطن بسرق انا بس مريت من هنا خلصت من النفايات وراجع راجع طلع سياره عارف حركات الزحف دي ترى زحف مين عارف حركات الزحف بس انت تزحف على راسي لا والله لا لا ابدا ابدا وانا مقدم طيب خليك واقف لا لو سمحت لا تتحرك لا ترفع ضغطي تكفى ابشر ازله من يدك ما عليك تبي تبي ايه فتش لك فتش فتش لي اشوف معاه شيء ممنوع ال معاه شيء لا ما معه سلاح ما معه وش معه مطرقة ايه مطرقة دريل عادي مطرقة دريل عادي باراشوت روح روح الله يسعدك روح بعد اشوفك هنا في الحواري دي تسمع ابشر 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 سلام الله عليك Let's go in it's all in it's just retreat to your car you can go to, I don't know and keep moving go it's velocity go صوتي نسيت اقول لك الله يسعدك يا غالي يا غالي الحين انا في وضعية الاندر كفر عشان اذا صار حاجة ولا حاجة فاهم كده بس احتياط واجب انت فاهم يا شيخ لا يا دون ارسل ال شغال عليه شمال الان انا ادور اوكي بتمشى بتجيبني مستشفى الشمال القديم كلم ال خلي يقول لك ولا بس تمر تمر تجي العرب ان شاء الله كالعادة يا اخوان شوف انا ناوي الحين ان شاء الله بعد ما اخذ قواتي واروح ميستري تاون راح اوجه ريسبكت لحفظ الامان العالمي راح احفظ الامان في سيفر اوت لو ام تي ريسبكت وايضا اي سيفر حاب ان يقدم له هذا الامان بقواتي كل اللي عليك تتصل نصل اتصل اضغط ما تجيك هجمه راح نحفظ الامان راح نمسك العصابات راح نسيطر على كل حاجه موجوده ان شاء الله برا وجوا اوكي It's just like this. آخ. أيوة رئيس الانتربول تذكرون هذا الآن أنا رئيس الانتربول. يعني مرتزق لا هذه تعرف مثلاً
قوة حفظ اسمها هي اسمها عالميا قوة حفظ الأمان. لحفظ الأمان راح توجه قسم الشرطة، راح أصلح في قسم الشرطة وأطلع من قسم الشرطة. راح تكونون برا قسم الشرطة. كيلر ما تقدر تبي تصلح قسم الشرطة؟ مالك شغل. راح أكون داخل قسم الشرطة أخواني الكرام، أنت راح تكون برا قسم الشرطة أخواني الكرام. خلوكم جاهزين. شكرا. راح ندبل الدعسة، دبل الدعسة، دبل لي الدعسة، دبل لي الدعسة. ايوه برضو ثوق لايف اذا حابين ام حفظ الامان اتصل، درع العرب حابين حفظ الامان اتصل، نصل كل شيء. ليفر فايتات حاب احفظ لك امان الفايتات اتصل. شوف تريجر متعاونين معي شخصيا انا وقواتي عشان احفظ الامان اللي موجود هنا. برضو فريند زيري كلموني. صوتك حبيبي ما تكلمت. انا كلار تشاندلر اصلح في قسم الشرطة ولا كلار زيرو ثري زيرو تو الله يسعده. انا في المقبرة عزي واحد وسلم على واحد صلي على قبر واحد من الشباب. الله يرحم. تدري نجي نعزيك؟ هلا نجي نعزيك؟ يا ليت يا ليت تجي تعزي انا عرف انت تقصد بروس تشاندلر. بروس ولد ابوك. الله يرحمه. الله عليك. مارت ما له ظهر مارت. عليك والله. بالله ما تعرف سيارته بروس؟ سيارة بروس لا ما قدرت اشوفها الى الان لكني ايش مشكلتك انت؟ ايش مشكلتك يا حبيبي؟ بروس شوف المقبرة. ايوه شوف المقبرة صح ولا؟ ايوه مو بعندها يسار. اذا جيت تدخل مواقف المقبرة يجي يسارك مبنى. خليك فوق بالارشيف احنا قريبين وبعرف موقعك. يصير قد يسارها ما خليك فوق بالارشيف انا بكون قريب واعرف موقعك سامع. خلاص صار ابو شكلك اشوفك انا بالارشيف اشوفك انت فوق اشوفك تحت شقه بروس. اوكي جايز ستاند باي. ايش نوع السياره؟ ايوه اشوف حدهم عيال حدهم طب 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 عليهم طب عليهم طب عليهم من جهتين من جهتين يا ربي. اشوفهم هاي اللي راي عليهم الخل. اصبر هو وينه تعرفون وينه؟ في واحد اسكت اعطوني على السرايه روح حق السرايه. احد يطلق يطلق عليه. احد ما قاعد يطلق قط لا تطلق عليه ما قاعد يطلق. لا تطلق اللي علي يطلق عليك بس اللي يطلق عليك اطلق عليه. اللي داخل اثنين اسقطتهم او اسقطت واحد. وين راح سرايز؟ احد له رؤية ايرشب ده هدد سرايز سودا سرايز سودا قدامي رايح حاليا متجه جهة مواقف ملونة. عند مواقف ملونة الان اللي ساعة قاعد امثل بنطب عليهم بدون ما تنقلوني الشات عشان كذا قاعد اقول قهر يا اخي قهر والله. طب طلعت شينا ما كنا جاهزين. ما توقعت المكان اول مكان اول مره اطب عليه. حدث اول يونت كود 3 عشان يفتح لك الطريق. كود 3 ماك حمرا مستكمل حاليا الحديقه العامه. كمل تحديث. هيا ما عندي رؤيه. لي رؤيه بعيده متوجه الهاي واي. متوجه هاي واي انعطف يسار حاليا جهه هاي واي. لا رجع خذ يسار متوجه عند المستشفى. خذ يسار لك رؤية؟ دخل من عند الباي دخل الباي. دون عندي رؤية كاملة تعال والله لهينك. عندي رؤية. وين راح؟ الو وراك يا تاه وراك صحصح يا عيال. لا حد يطلق يا اخوان لا حد يطلق. مستكملين حديقة العامة. ما زلت خلفه. لا تسبون زحمة بالشارع يا اخوان روقوا. قيد الانشاء.
اللي انا بعرفه حاليا من جهه بنت كريم خطه السكراب. خطة السكراب يروحون يا اسمع يا اخوان سمعتهم يقولون خطة السكراب دون تسمعني لما اعطيك الاشارة يا دون اسمعني لما اعطيه الاشارة بلغ مباشرة يتوجه للسكراب ويدخل قدامهم يدخل داخل تنفو خلكم جاهزين في اي لحظة ممكن يكون في طلق نار خلوكم جاهزين ما زلت خلفه احنا فوق المواقف الحمراء فوق المواقف الحمراء مستمرين تاهو ثقيل عند فاندام الان عده ما نط النطه كمل نزل تحت على الهاي واي اغسع راجع بينط مع نطه المواقف الحمراء قفلوها قفل راح اسبق ايوه حده عشان تسبق احسنت بس خلي لا تصدم واجه اصبر بحاول اعطيه وحده قبل ما ينط بنط حاليا داشكم شي يا عيال شخص حاليا ماكينته مدخن يا طويل عطى مسافه عطى مسافه معليش بالغلط عطوا مسافه خليكم في المتابعه لا تطلق النار اذا طلق النار واضح هولد نزل تحت ولا كمل فوق ولا وين؟ كمل تحت حاليا نزل تحت خليك في المتابعة سجل هولد ارجع شوي ارجع عط مسافة ارجع قلت خليك قدام وارجع حاليا مركبته وراهم الهدف اللي اسمه ليون شوف ليون وينه كذلك لا احد يطلق اي طلقة نعم لا احد يطلق اصبر خذ الحيطة والحذر خليك في المتابعة احتمال يجي خويهم اصبر يا عيال مو كلكم تنزلون ها احتمال يجي سيارة ويزبنون لا يزبنون منا يا دون يخرب بيتك دخل معاك يا دون وينك انتبه تقرب يطلقون النار لا يطلقون النار انتبهوا يوجد دعم صحيح صح خليك وراه شوف السيارة الزرقاء السيارة الزرقاء خليك ورا السيارة الزرقاء انا خلف السيارة الحمراء لا اترك الحمراء هو في الزرقاء خليك في الزرقاء خلفه يا رب تطلق يا ليون اطلق بس زل والله لو يزل دي الزله واخلطه خلط شو امم اطلق عليه ما ودي بتصير بعصه عليه شخص يقول انه بينزل واحد يصلح السياره اي سياره قديمه قصدك طيب يلا بس اقدر سيرفيس بعد حاله 7 كذلك ليرويا الان تحت عند الموقف الحمراء يسار موقف الحمراء مستكمل اتجاه نحو العامه الزرقاء صحيح الان تم فارس الرايز الزرقاء علم مستمر بالتحديث يا عيال ما حد عنده لا تطلقون النار ولا تصدمون لين اجيكم انتظروني راقي راقي مواقف الى الان جاي سيرقى وصل الدور الثالث مواقف حمراء تنفار مواقف حمراء الدور الثالث علم تاخذ الحيط والحذر احتمال يطلق نار اترك مسافه حاليا لا زال مستكمل في المواقف الى الان في رؤيا نزل الموقف الثاني الدور الثاني الان لا جالس الى الان نزل الدور الاول الان في الدور الاول الان طلع مع طلعه المواقف البيضاء عفوا المواقف الخضراء هولد ليروي انا خلفه مباشره متجل برقشت يا اخوان عدينا الان عند فيزبوتش بليفارد القديم القسم القديم متجهين لبرقشت الان متجهين لجهه الغرب عدينا البرقشت الان اخذ يسار مع البرقشت او بعد البرجر شوت توجه للحارات الغربيه لنا رؤيا كرم مازال مستمر مازال في الحارات توجه لاخر طريق اخذ يمين الان يساره الشاطئ مو بشكل مباشر تعال والله لهينك انت بغيت تدقشعني اترك ما زال لي رؤية واضحة عليه ما زال في حارات الغرب حد انحشر قفل عليه قفل انزل يا سابك انت انقلع كمل عط مسافة كمل ورا انا جيت قدامه قلب حليف لا احد يطلق النار انا جيت قدامه حسبت اني حديتها قهر
استمر بالتحديث. علي الشيخ لحظات الجنوبيه بحط لك كروس فاير. فلم. انا عند بقاله الاعلام. علي الشيخ متجه للاعلام اتجاه الموقف الحمراء. والله اني ملك التوزين والله. اتجاه المجوهرات. علم. اطرف الكريت اوشن اتجاه الموقف الحمراء. اللي وراي اترك مسافة يا اخوان اترك مسافة. هدوا هدوا. استمر بالتحديث استمر بالتحديث. دون دون استمر بالتحديث دون. تنفار تنفار. مواقف حمراء على البيرو. الو الساحر. لا لا بالخير تكفى ما في تكفى والله. انا وراك انا اللي بدعس على وجهك. اي انا بدعس على وجهك. انا ايه انا بدعس عليك بقتفل عليك. طيب اسمع انا جاي ايه انا وراك. ليش وراك اسالني عشان ادعس على وجهك؟ والله لا ادعس على وجهك. حد ما ينفع معك كل الدعس. ايه انا جاي ادعس عليك. ما في مشكله ما في مشكله. اي ما في مشكله ما في. ابكي اتكلم. وين يا اخوان حدث الحاله؟ تنفار لا زال يدور حول الهوتيل اللي على العامة. علم لي نزل راح جنوب باتجاه جنوب الان. حاول تقرب نحاول نحاصره. انا فوقكم. هولد هولد اللي قاعد وراه مباشرة. هولد هولد هد شوي هد شوي هد شوي. احسنت احسنت. هي حده حده نلف بس. هد هد الان هدوا يا اخوان اعطوه مسافة. ما زلت خلفه. اوكي. انا طفنا اول حلوة. يا الفيرست بعد اذنك بمسك فيرست. الله لا يهينك. خليك يمين بطلع يسار انا. يطلع الهيوي عن الشخص غير سيأخذ يسار. عندي تحديث يا دون. استلمت مسكت فيرست. تنبار تنبار. من وين طلع الكلب؟ ممتاز. هو طلع من الجهة الأخرى الآن. طلع من الجهة الأخرى نفق توجه على البيئة. غير صحيح. استمر بطريقه. تنبار أشوف أشوف. استلمت. هد هد التهوات اللي وراي. هد مو سباق ما هو سباق. هد 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 اترك مسافة. أنا فيرست خلاص روق. أخذ يسار متوجه تقريبا جهة المجوهرات الغرب. قدم الشخص. لا احد يحد يا اخوان. لا احد يحد. ما راح نقفل لا نعطيكم الاشاره. لا احد يحد ولا يقفل ولا يسوي شيء. روقونا. ما زال في ديل بيرو فري واي هيدنج ايست. بقلبهمها انجليزي. انبار ديل بيرو فري واي ساوث باوند in 102 kilometers now we following in Sobra blue red car. يا جوجل ماب يس اديها شوي. يا شباب انا الفيرست اللي قاعد تسابقني. والله لا تركم طارده واطلق عليك يا اخي. دمرتني يا اخي. الله يعينك وين على اللي جابك معنا المطارده. استكمل خلفنا حاليا. كمل حاليا يا كلر. اتجه يمين على العطب يمين ايضا بيرو. تنفر الآن الشخص عدى ورشة أبو فيصل مستكمل على دلبيرو. إلى الآن لا زال مستكمل على دلبيرو باتجاه المعاكس. يا عمار ما خلا حاليا عند المحطة العامة تعديناها. نزل الشخص بيطلع من عنده خلف بقالة الجنوب. دخل المكان الضيق اللي خلف بقالة الجنوب. لا زال مستكمل الشخص. انعطف يمين باتجاه قيد انشاء الجنوب. تنفور طلع الان باتجاه اف بي اي. من الى الان باتجاه اف بي اي ما ادري فوق ولا تحت. تنفور اف بي اي من تحت حاليا. يمكن افقد الرؤيه. لنا رؤيه بعيده لنا رؤيه بعيده. اخذ يسار اخذ يسار. توجه يسار ارشم توجه يسار. انعطف يسار. تنفور تنفور رجع الشخص الحين حاليا عند بني قديما مستكمل سيده. يا هذا سلتش اللي قبل شيء معنا. هذا دبل ايجنت قيد الانشاء. هذا دبل ايجنت قديم. يسار مره ثانيه باتجاه عامه. يمين باتجاه قسم. انعطف يسار باتجاه لسانت فري واي. انعطف يسار باتجاه اف بي اي. تنفار حاليا باتجاه بالبوكس قديما. تاكد لي كلر بيدخل من تحت بيطلع فوق ولا تحت. نو فيجوال.
كمل 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 رويال الان عند فيرست فيرست عندك عندك ريذم بالايقاف الاجباري باشر معه. انا وراه ورشه هاينز قديما اللي يصدم نزل تقريبا بينزل على هاي واي تنفر نزل سانت فري واي عليك هل تسمح لي بصدمه احترف صحيح عندك ريذم عندك ريذم روح يا وحش روح ارفع راسنا ارفع راسنا فوق هام السحب روح انت كازينو الان خلاص انا بمسك فيرست بعد اذنك انظار بسم الله يا رب شوفهم طيبين تكتيف. والله نبي نصدمكم بس باهين انا باهين دقيقه اجي اسلع بلد الرينج دقيقه بادعس البوس انظار الشخص وجهنا صدمه احترافيه احنا ما وجهنانا احنا هذه مشكله هذه مشكله والله اني بغيت احده واصدمه صدمه وسخه بس ما بغيت تقدر تصدمه ولا خليه والله اني بغيت اصدمه صدمه وسخه على الحده بس انها بتخرب بتدمر مركبتنا ومركبته الله عليك مين هذا مين هذا هد 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 يا شيخ يا رعتاهو والله اذا بتطلع مظهرنا بهذا السوء راح اقتلك حبيبي لا تسولف لا تسولف وبلع واطير بعد شايف كيف ما ما ارجع لك ارجع لك انا تسمع ارجع لك هطف وقف طيب وقف فيك خير وقف فيك خير وقف فيك خير وقف فيك خير وقف لوحدي فيك خير وقف وقف تعال وحدك تعال وحدك مسافه 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 يا اخوان ما حد ما قلت لكم حد يا اخوان انا قاعد اتكلم مسافه يا شيخ ايش دمرتني معاك ها معاي رهينه اقسم بالله ما معك رهينه ما معك رهينه ما معك رهينه مع رهينه يقول الشخص المفروض انه مع رهينه ما ادري اذا كان خويه ولا من العصابه لكن المفروض انه مع رهينه اترك مسافة تاهو 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 مركبة تدخن يا كلب ابعد 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 بارك الله يا جماعة مو بسباق يا جماعة ما ادري يا اخوان هدوا يا اخوان ما ادري ايش فيكم والله ثيرد فور دون سباق روقونا سكر الطرق هد لا تحده لا تسوي له شيء خلاص سيارة تدخن ايش باقي بتصدمه لك تشيل مان اتس اوكي وي اون ذس ايوه ايوه ريجروب يا اخوان ترى في اشوف اكثر من دوريه ناقصه اللي عاكس طريق ما عندك اي سبب انك تعكس طريق خليك معنا حتى لو في مطارده خليك معنا احسنت يا عيال اتركوا مسافه يا عيال ايش همكم لاعبين يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا جماعه لا والله شكلهم حلو شكلهم حلو خلاص شكلهم حلو عجبني عجبني كمل كمل جرنا كنا ما لاحظنا اصبر قاعد اشوف انظر انا خلفك خلاص شكلكم حلو خليكم نسموك انتم عجبني شكلهم صراحة أحسنت أوه هاي دوج دوج السيارة أحسنتوا يا إخوان دوجة ثانية إيه يا غشيم البعيدين يا إخوان قربوا 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 منا القريب هد 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 وين رايح بتروح معه بالشنطه انت ولا وش ما تساعد الدخل روق يا حبيبي سلم نفسك لا تطولها يا شيخ لا تطولها خلاص سلم نفسك نفسي. ايه سلم نفسي. ايه من عمك طيب يا جماعه احتاج مركبه تتوجه تقفل تصليح بليتو انظر مركبه تتوجه تقفل تصليح بليتو انظر احسنتم احسنتم ممتاز الان العموم يسمع راح اطلق النار على الكفرات لا حد يطلق معي انا 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 كيلر شاندر بطلق النار شكرا اتركوا مسافه عشان ما اطلق عليكم الغلط هذا الكفر الاول على هادي احسنت احسن احسن اترك مسافه ابعد عنا ابعد عنا ابعد عنا ابعد عنا ترى احتمال يطلق الان احتمال يطلقون اتركوا مسافه لا يلقطكم لا يلقطون ابي اضمن خلوكم قريبين يا اخوان خلوكم قريبين طلقت على الكفر الثاني ما جبته راح احاول مره ثانيه اضبط تبيني افقع كفر هنا يا كلب لا لا هدد عندي قدره هدد.
في مكان يحاولون يوصلونه ما ادري وين، تاخذ الحيطه والحذر. احتمال في فخ، احتمال في فخ. رقعت الكفر الثاني، ستاند باي. احسنت يا كيلر، احسنت. راح انصت الثالث الان. عطى دقيقتين يا كيلر. اقول من القائد؟ من القائد؟ مين القائد؟ انا اوجه نصائحي. طب وجه الغضب في نصائح على القائد. فور يا القائد. ما اقدر انزل الايم ليش؟ راح الثالث. احسنت يا كلام. تجهزوا باقي الاخير ونقفل. ها تجهزوا. قلت مع بدون تصادم، بدون تصادم. انزل 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 الدجاج. ممتاز. فرقه بي، فرقه بي توجه الخلف، فرقه تي تعال معي قدام. فرقه بي توجه الخلف، فرقه تي تعال معي قدام سريع. طب شوف الموفمنت، شوف تدبير الراديو. شوف فرقة بي من الخلف، فرقتين من الامام. فرقة بي من الخلف، اسرع اسرع اسرع, أسرع. توزع بي من الخلف، اي من الامام. رئيس الرؤساء ارحب ارحب خليك اسمع. في مركبه بالخارج، يبدو انه في تدخل خارجي. علم اولينت اولينت الحين ركزوا معي. فرقة بي مكانكم انتم سريع. انتم ممتاز. راح نداهم اول مكان. قرب لا تقرب. 1 2 3 جو. تنفر داهم 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 داهم. اول مكان فقط من الخارج. واحد راح. احسنت عندي. لاز بوش بوش يا عيال، انا اللي بوش على يلعن. فراغ الاهميه حضرتك موقعك. واحد قدامنا. هولد 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 احد بيك، لحد بيك. هولد 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 احد بيك. هولد يا شيخ والله بتنشخ طول، سلم نفسك. الو اوكي، اللي يقدر يلقطه يلقطه. فرقة بي صار عليك، احنا سدحنا واحد وسيطرنا على المكان الاول. فرقة بي بات شوي بات شوي بات شوي من قدام هيك. اي بس عشان فرقة بي انا علينا ضغط من الخلف. علم هولد، سووا هولد في مكانكم، مو لازم تباشرون معنا طلق النار. استلمتوا لين تشوف فرصة مناسبة. استلمت في جنب اذنك، هذه مادة خاصة بالسي اي اي. أحد قدامكم؟ أحد مع ميجافون؟ أحد مع ميجافون؟ إيه. أحسنت! نباش! هولد فاير هولد فاير هولد فاير هولد فاير. أول يونت ستاند باي هولد فاير. إيه هلد يا كلب هلد. شوف شوف اسمعني اسمعني. إحنا سدحنا ثلاثة الآن ما أسقط منه ولا واحد. شوف أنا بسألك سؤال، بتسلم نفسك؟ جاوبني، بتسلم نفسك ولا أدعسك؟ ادعسك؟ طيب. فرقة بي حدت لي الحال بشكل مستمر، حدت لي الحال بشكل مستمر. فرقة بي. فرقة بي الو؟ في راي عليهم، في راي عليهم. هل هم مسخطين؟ ممتاز، ممتاز. حاليا فرقة الفا ما عندنا ضغط، راح نبوش المكان الثاني. فرقة الفا يمين يسار ها جاهزين؟ اوكي. 1 2 3 جو 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 جو. واحد يمين واحد يسار. انتبهوا هولد هولد بهذا المكان، بس هذا هو المكان اللي نحتاجه. هولد هولد هذا لا حد يطيح، لا حد يطيح، ما ابغى حد يطيح. راح منه واحد. افسر داون افسر داون. هولد المكان، واحد يمسك لا حد يبيك علينا، واحد يمسك بس. اترك مسافات البعض، اترك مسافات البعض. هولد فرقة بي هل نجهز انك تبوش؟ في واحد داخل من ورا، في واحد داخل من عند بي. هذا عسكري تنفور عسكري عشان تنتو معنا. ممتاز فرقة بي هل تقدمتوا لفرقة بي ولا لا؟ تنفور مسكنا السيف حاليا، تم اسقاط ثلاث اشخاص. علم تقدر تتقدم الان؟ لا احد يبيك، لا تبيك لا تبيك يا اخي حرام عليك. هولد تنفور تنفور نستطيع التقدم. ممتاز هولد هولد خليك مكانك. هولد يا شيخ يا شيخ انا تسمعني، مالك فرصة، عددنا كبير. هذا اخر تنبيه. غدر امسك ورا غدر غدر امسك غدرة. واحد يمسك غدرة يا عيال. يا شيخ تسمعني. ارسلت وحدة ارسلت وحدة. دقيقة يا عيال يمكن يسلم نفسه. امسكوا ورا وقدام، لا تبيك لا تبيك يا اخي.
ادري انا مستعد امسك ورا روح عند الباب هناك الباب الباب وقف عشان اذبح بالله هنا امسك هناك شكل سريع خلاص بيك يا اخي هدي بيك لا هدي بيك كم رمز الجوال ذا your call هلا اخوي الغالي حاب تسلم نفسك ولا ندعس على وجهك حاب ادعس عليك وتخش تفضل ولا تسحب الوحدات المتخلفه اللي معك اسمعني. اللي مدهمين المدي على ايش تفضل طيب احنا طيب. عددنا الان 16 ممتاز 16 ممتاز واللي جوه 27 يا وشو زحف يعني انت مو مصدق انهم 16 طيب اسمعني يا حبيبي ما طقيت خبر لو انكم 700 انا الان اعرض عليك عرض والله زاحف طيب والله والله لمصلحتك لمصلحتك اسحب اللي معك طيب ليه سفك الدماء ليه حلو ليه سفك الدماء سلم نفسك انا ابغاك في موضوع بس سلم لي نفسك تبغاني في موضوع دق علي يا حبيبي قول ابغاك في موضوع ونتكلم من جوا حاولت اني اجيبك عندي عشان ادعس على وجهك وهينك بس انت ما بغيت فانا جايك بالشر اهينك انا بدعس عليك اللي قدام لك رؤيه على احد عطني كول اوت مبيكين مالك مبيكين طيب ليش مبيك؟ شق راسه فرقه بي شو الوضع عندكم؟ غير صحيح بس كان السيب حاليا بالنهايه عند البوابه علم هل لك رؤيه على احد؟ انتو في كحه مالك ولا ما في؟ صحه كويسه؟ والله كحيت 3000 مره يا ولد بغيت اموت والله اني ما سمعتك عطني 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 بنكل وجع جعلك الوجع خير ان شاء الله خير غلط خير ان شاء الله خير ان شاء الله كل غلط خير ان شاء الله استاهل مالك استاهل عينك تعال عندنا امبوستر هنا ولا ايش قولين 3 دي طيب 3 دي قلت ايش اوكي لك مدرب البس درع البس دروعكم عشقوا اسلحتكم فرقه بي ريدي فرقه بي ريدي 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 اخر تنبيه بعطيه الو والله اخر فرصه اقسم بالله بعدها بداهم طب اسمع 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 قبل الدهم هو لحد بيك لحد بيك انتم كم عددكم 16 انتم السؤال دقيقه 16 ومعنا انتم عددكم 16 اي معنا اسلحه ثقيله معكم اسلحه ثقيله إيه نعم. طب اسمع شفت الاسلحه الثقيله دي ليتس جو 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 بي 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 بوش بي بوش اول بوش اول بوش 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 يا جماعه بوش 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 واحده بوش واحده كلكم سوا كلكم سوا خمس غلط شاف احسنت راح كلير كلير عند الوضع في واحد اسقط منه اصبر في واحد في واحد اسقط منه مشطوا مشطوا المكان دبل تشيك دبل تشيك المكان تاكدوا ما يجينا احد من برا تاكدوا ما يجينا احد من برا انبورد كله كله انا بالخارج انا بالخارج اراقب الموقع تاكد في مركبه وينها؟ انبورد انتوا 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 مركب عسكري انا جالس اراقب المكان كل شوي روح جهه اي وجهه بي ما في هدر ولا في شيء اجمع المصابين في النص اجمع المصابين في النص بشكل سريع فرقه بي امسك جهه بي فرقه اي امسك في جهه اي ولكن قبل ما تمسكون اجمع المصابين في النص اجمعها وكل واحد توجه يمسك مكانه وضعيه الدفاع الان كنا هجوم الان دافعوا هنا اتاكد المجرم هل هو موجود ولا لا تحتاج مواصفاتك الارض صحيح تنبهر ابيض البشره جسمه كله تاتوز كذلك شعره باللون الاصفر بس موجود عطني اياه عطني اياه يا حيوان بس فك 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 تنبهر كلر يفضل ان نخلص الموضوع سريع سريع نستلم الشخص ونتوجه فيه ما نطول في الموقف متاكد هذه مواصفات لا ناخذ ترى ما راح اخذ الباقيين اللي هنا اللي هنا انت تتعامل معهم بدون استلمت هذه مواصفات انا متاكد منها كله وشوم وشعره اشقر ممتاز فرقه اي فرقه بي اسحبوا المصابين من عندنا وانسحبوا خلوا المصابين هنا دون تعامل مع المصابين استلمت تم فارس بشكل سريع انسحبوا 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 تجهزوا ايضا عندنا اليوم اعدام وحفله يهي انفار كيلر شاندلر رئيس الرؤساء تبي تتوجه بالاير شيب ليش قاعد تصاد السحب؟ لا لا غير سحب بتوجه بالتاو واطلق انا ما بقادح وان كان عنده رجال خلي يجوني انفار حيوره العين حيوره السطاوه
ركب معي ركب معي شوف لي ركب معي تعال وركب معي انت بعد طلال سالم دخل موجه ما اللي دخل موجتنا قبل شوي سيتم طلال سالم من هو هذا ما ادري مين عسكري عسكري طلال سالم ملازم اورجت تقدر تذبحه تنتو حاليا هذا هو يرد 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 هذا هو يقول تنتو هلا مرحبا طلال سالم كيفك تنتو حاليا تقدر توجه لنا دعم حاليا كارلوس دشتي معك ها كارلوس دشدشلي توجه لي دعم بوليتو انفور بطلي والله اشتكت له يا عيال اقسم بالله اني اشتكت له غير صحيح دشتي احنا متوجهين لساندي سلمت توجه لنا ساندي هناك عندنا مذهبة ايضا الحارة شو الفاميليا تن فور متواجد بساندي بانتظاركم حلو صوتي اسمع يا عيال هو وقت المداهمة كنت اتكلم طبيعي هو كان يسمعني في وقت المداهمة الحين بغير صوتي قدامه كذا كان يقول هلا والله كذا كيف حالك استعباط يا عيال مالك حيت انت بعده ولا لا انت لو ما تسكت بذبحك لا تشيل ماسك إيه ما راح يعرفني الا من الصوت بس ما راح يعرفني من الصوت عليكم لا طلال سالم اذكر كم مره على كذر يعني لو قابل الحين يعني يعزز لي فهمتوا يعزز لي تعزيز علي بنوجه المصابين اللي عندنا لمستشفى ساندي نعالج المصابين ايضا عندنا الامع اللي معي هذا بنتعامل معه ومن ثم بعد ذلك راح نتوجه لحالة الفاميليا دبلوا لي الدعسة يا اخوان ما اشوف احد ما اشوف دوريتين وراي دوريتين وراي سرعوا الخطوة بالله ابعد ما أدخل بعالم الإعدامات سلام عليكم ليوم كيف حالك؟ أول مهمة دن أول مهمة دن باقي مهمة ثانية وثالثة عليه إيزي إيزي دام شوف اذا كانت الفرقه زي اللي هذه اللي معي كل يوم يمين بالله ما حد يوقف قدامي بس ايه كيف الهد اللي جاء لل انا ما بتكلم انا بخلي نصاف لكم يا حبايب انا عند المستشفى حاليا امن المستشفى بشكل كامل والله عليهم ملاحظات شوي صراحة مو ملاحظات أختي هو يبي له تعديل شوي يعني صراحة ود خوينا على طول المصابين من أخوينا وجههم على طول المجرم لحد عاجه لحد عاجه أصبر لين تجي كل الوحدات والإيرشيب والقوات والأفراد والجنود والقادة والوزراء كلهم يجون بعدين عالجه كم بار يا شكرا على سبسكرايب بالموقع أنت فاسد أنا أبحث أيضا ما عليك تم تأمين ساندي بالكامل حاليا أحسنت أنت أمنتها لحالك هذا تن فور حاليا هذا والله طول الوقت هذا والله المرجله هذا جبه هذا قال يجي قل لي يجي هذا هو طلال والله انت يا ود تضرب مين انت بالغلط ارحب يا مالك هلا ابو طلي يا مرحبا قصدي دشتي معليش كيف الميدان والامور ولا الدنيا والله بخير تعال تعال اوريك الصيده تعال خير بشوف حبيبي 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 تعال شوف الصيد اللي الكل يدور عليه ابو طلي وين ها شوف شوفه تعال 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 قبل الصيدة قبل الصيدة بيك هذا الصيدة اخوي الغالي يا رجال هذا اللي يبيه مو صح يا ابو طلي هذا اللي يبيه شنو سمعت صوتي يلا عاد ابو طلي والله عاد ادري خذها على جنب وعطها والله اني والله اني اتمنى انك معي بس ما اقدر اوثق بحد والله ما اقدر اوثق بحد والله ما اقدر اوثق بحد انا كارلوس ركبوا لي ايش ركبوا لي ايش عندي موضوع طول عمر دن هلا سم احتاجك شوي
ابغى معي ما ابغى احد يعرف اني كيلر يا عيال والله ما ابغى احد يعرف اني كيلر ولا ابغاه معي ابو طلي ايم الارض كيلر نحتاج قبل نعبي اسمي الكساندر الله يعافيك اتمنى تكون مركز نحتاج ان نضبط سياراتنا قبل لا لا ما يحتاج يضبط ان شاء الله يسعدك العموم يعرف مكان سيارته العموم يتخلي داخل العموم لو سمحت انا القائد هنا ما اسمع نفس شكرا لك اللي تبي اللي تبي يا قائدنا ايوه ممتاز العموم يكون داخل عنده غرفه استقبال اسمعوا اول ما توجه لكم الشخص العموم يرفع سلاحه لو قال اطلق النار ودعنا مستشفى يقول عندي يا جماعه اطلق النار يقول ما بيحكي النار. كلكم يرفع يده اطلق النار يتحرك اطلق النار يموت اطلق النار ينقتل ينطلق النار اي شيء اطلق النار اتعامل معه بالحنيه واضح انبار واضح انا عند جاهز اكلب شيء احسنت خليه يطلع احتاج بس كلكم جاهزين ارفع اسلحتكم ناريه الباب الاول والباب الثاني قفلوها كلها قفل البيبان اللي صار مسكينه هنا هو جاكم كلكم امنوا البيبان من الداخل والخارج ولد هو ما جاكم ترك انا ما عبي بيانات الان احنا بنعبي بيانات له بنفسنا نعبي حنا البيانات شوف كيف نعبي البيانات شوف اسمه ليون المجنون هذه ورقة ثانية نعبي فيها بياناته كده يعني طيب اطرب مسعف اطرب لي مسعف ما في مشكلة تبيها كذا انا بعد ابيها كذا ما في مشكلة it's okay for me no problem you know فاني اطلبوا لنا مسعف الشخص مو يعبي بيانات مو قاعد يعبي بياناته جاكم EMS 03 كم فارع تدر كذلك 04 يا شباب لا تشرون السلاح علي هذا أنا أوه طلع ما في أحد يشتري السلاح علي حماس فهمتوها شات فهمتوها ترى جاكم لا دنا راديو تشيك دمك زك ام فور سي اي 8 ام اس 03 احتاج واحد ام فور مشكله البي سي عندي حار ليش احتاج بس وحده اسعافيه في مستشفى ساند يلا ما فهمت يلا عليه مجرم خطير جدا وش على فكرة انت كويس احسنت لا خليك يا قلبي السلام عليكم هلا قريب شوي سلام حياك الله يا مسعف هذا مسعف اخواني مرحبا مسعف. شوف لي بالله هذا الشخص اللي منبطح على السرير ايوه اصاب بطلق ناري عنيف زيرو تو انفور بدخل على الشخص حاليا طيب شوي بس اذا ما عليكم امر اعطوني شوي اخواني شوي كلكم برا الغرفة برا الغرفة وحدتين داخله واحدة فقط لا كلكم برا برا الغرفة انا موجود هنا ما بكلم شيء سكينة يا الشارك أشقر واقف هنا يو قلو يرفع عده قلو يرفع عده الله يسعد خلاص ما عليك رفع عدك الحمد لله السلامة يا مواطن ارفع عدك يلا
شوف والله ما تمشي طيب دقيقة والله هذه حركة هنود ما تمشي ارفع يدك ارفع راسك بسرعة ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك مجنون مصاب ارفع يدك قلب سد وقلب شو دقيقة يا اخوان دقيقة صلوا على النبي صار يا اخي غريبة وش مجنون جيب جيب ماني مكلبش ترى كلبشني لا لا عاد مكلبش انت عيني 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 يا ليتس جو عيني 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 يا هذه انا اسويها اشوف على عيونك بسم الله عليك بسم الله عليك عيني يا جماعه الخير بسم الله عليك انت وعينك ما اشوف شيء طيب اشوف الحركات حقك ركب ركب يا اخوان بس كلب يشوفك كلبش يا اخوان خلاص الحين ما تحتاج ما تحتاج احد يكلبش ركب ايش بنتوجه بنتوجه للورشه يلا يلا توجه الورشة لا انصلح عيني عيني ما اشوف عيني عيني يا اخوان انتم ملخبطين شكلي انا لويس 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 لت يا جماعة الخير والله لهينك او مين تهيمين تهين اللي جنبك هذا ليه لا لا هينك انت ما اسمعك يا لا لا عاد هينك نفسك ليه لا لا هينك انت ما توصل والله ما لا توصل لا عاد هينك كنت ماشي في الطريق وانت اثنين كان يسوقون تمام ما ادري عاد كيف اموركم؟ انت ما ادري وش نايتك اليوم صح؟ وش يا جماعه الخير جالس اغني يا اخي يعني حتى عادي غني هي اخر اغنيه بتغنيها عادي خذ راحتك ليه ليه اخر اغنيه ليه انا كيف انا كيف ما سويت شيء بس انا يا اخوان انت حاط السلاح في راسي ايش تبي سم كذا كيف هو كيفه صل على النبي كذا كيف هل ندري ايش اسمه؟ وشو كذا كذا يا عادي ايش فيك تأتى؟ ايش فيك تأتى؟ خايف انت توترت ايش فيك؟ مين اللي تأتى يا مجنون؟ هالدرجة دي انا مرعب، انا ايش بسوي لك انا؟ يا اخي انا انت بتنعدم بعد شوي. ها قاعد يعلم صوت ها اسمعوني تعال تعال اعطني كاش اعطني كاش. والله فلوسك باخذها لما اعدمك. اربط لي حزام يا دون بار طال عمرك اللي جنبي دقيقة دقيقة اصبر اصبر دقيقة انا جنبي هلا برق هلا هلا ثواني 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 اربط لك حزامك بس جيت ورا عشان اربط لك حزامك وامشي يا اخوان الحزام ضيق علي ايش ذا يا اخوان ما عليه عادي اخوي حاب تكون اخر اطلالة لك في 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 الشاطي ولا في الجبل ولا تحت الارض وين حاب تكون اخر اطلاله ولا في البيارات اللي حاب نقدم جميع الخيارات لا لا ما نبي مكان نبي مكان افضل لا هذا مو مكاني للاسف اخوي لا ترى شوف المكان مكان ودي فوق جبل طيب تدري بتموت فوق البيارات جهزتوا مشينا على طول نمشي على طول ثواني بس احط الفلوس واسد حلك كيف يا اخوتي ليه رافع سلاحكم كلكم علي يا جماعه الخير ايش مسوي اللي جنبي رافع سلاح واللي قدام رافع سلاح لا بعد من لكم انا كيف هذا ابغى انزل فلوسي لا خلاص اموري طيبة امورك طيبة؟ اموركم طيبة انتم؟ ايك هذين شخص يحاول يرشي يا اخي خلى هذه حركات ضعيفين الرشاوي هذه لك يا حبيبي شو اللي ارشي وارشيك يا حبيبي يا اخي اقسم بالله والله تدري احب اللي كذا يسوي نفسه سعيد وهو بينعدم انا لا يا حبيبي تعدلني انا ايش سويت يا حبيبي يا اخي تدري ما في ما سويت شيء بس كذا كيفي يعني زحف يعني ايوه زحفة عشان زحفت فوجك جاي تزحف اي بزحف إيه طيب. ما بدك تسوي شيء صح عوافي عادي اسمعني اسمعني بس انا احب اقول لك حاجه بس ما ابغى اسمع اوكي سولف 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 حتى كاتول بالرقات لا تشغلونه خلوا المدينه اسمعني ايش حسابك كذا دائما انتوا كذا دائما العصابات كلكم كزباله ها دمك 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 سد حقك اسمع صوتك اسمع دمك 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 على فكره انا ما نسيت ال يوم تتصل علي فالحين احنا راح نتفل عليك في الواقع انت كنت في الجوال احنا بالواقع بنجمعهم كلهم ونتفل عليك اسمها تفلة الاعدام بدري بدري عليك ايش ابطت عليك يا هبي
انا ما كنت بسويها المعلمية ترى يا اخوان المعلمية اسمعني اسمعني والله اني احس ما كنت ابغى سعبيل زياده يتوجه لي والله ما كنت بعدمك لكن انتبه انتبه ترى ترى حولك بتندم على الكلام هذا بتندم بتندم تراهم حولك مو بعيدين عنك لعب بنزين يا الربع ولا تفضل تفضل شوف بس اسمع اخوي انت في والله احنا باي ذا وي بنتفل على المجرم هذا اذا حاب تتفل معانا تراهم حولك ايه يا مجرم من الايرشب ايوه على الماشي الله يسعدك من الايرشب تفل عادي ايوه اوه سمعني المكس سمعني المكس ايوه كذا لا لا خليك كذا ورا بعض فهمت خليك كذا كنا سريع كنا طلقات نار ايوه ايوه حبه حبه دلعني دلعني ضرب الفيرك بيها يا اي ابغى ابغى مع صدى تكفى عندك مع صدى مع صدى ايوه مع صدى اي صدى 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 اهم شيء انا اهين اهينكم واحد مالك عندي واحده تكفى والله خلاص والله ما تروح كده مع صدى تكون كويسه عرفت كده كان اطلب احنا ايوه اعطي 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 سمع اي بس انا سمع بالله اوف اتفل عليك انا اتفل عليك لا انت المفروض ما تتفح عليك وعلى ما عليك مع عليك فيك فيك متوتر اركب سيارتكم يا اخوان فيك متوتر يا حبيبي اسمع انا والله ما بعدمك لا انت واللي معك نصيحه اذا عندك قدره انك تتراجع عن الموضوع تراجع الان لانه والله ما اسامحك بعدها ما مو تراجع اي قرار ما انت بتموت خمس دقائق انت بتموت اي شيء بيصير بعد خمس دقائق انا غير مسؤول عنه اسمع وانا اعطيك فرصه الان انك تتراجع على اللي جالس تسويه ولا والله العظيم أيوة. لتكون اخر لحظاتي اخر صوت اسمع صوتي الله تعرف الشابتر هذه ولا من ولا تفهم معه لا لا غير سعر خله خله متوجهين الان الى بوليتو الشخص حاب ينعدم فوق جبل فانا راح احقق منيته يعني فوق جبل فوق جبل اتس اوكي نو بروبلم جبل بوليتو دقيق خلنا حاب تنعدم في المجاري ولا فوق جبل ولا عند الشاطي وين حاب تنعدم اخوي انا ميزتنا نقدم خيار شفت الخيار هذا ما بي طيب ممكن نعرف وين تبي تنعدم ما انا شوف انا عم ونعم ونعم فيك يا حبيبي ما نقدر ونعم فيك يا حبيبي هلا مرحبا والله انت ندم والله لا تحلف لا تحلف لا تحلف لا تحلف لا تحلف لان انا بعدمكم هنا وبختفي من هنا خلاص انت تمتي كذا سريع سريع الوضع انا مستعد اطول معاه اسمعني يا اخوان راح تشوفون اسرع اعدام في جرد ضرب التبان اول ما ننزل هناك عط حط طلقه في راسه وامشي بنخلص سريع سريع شغلنا سريع سريع حامي حامي انا ادري ان في واحد لاعب في راسك الله ولا انا اعرف من انت والله مين اعرف ماضيك يلا مين اعرفك مين انت الساحر اللي دعست عليه واهنت اهانه وتفلت في عينه انا الساحر اللي بس حرك وعدمك الحين اصبر بس معاك سحوري 25 يا حبيبي تعال عمرك شفت سحوري الان ينزل عليك يهينك روق 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 ايش فيك روق عادي دائما كذا الواحد يكون مشدود اعصابه جاي يموت هذا مو بنظام سياره لفه يمين خلوكم ورا بعض وعطوا مسافه داخلين طرق وعره طرق جبليه علم لحظه اتركوا مسافه يا اخوان ايضا هولد راديو بتكلم مع الافدغ اللي بينعدم عندي تنظر استاذ افدغ انا ما ادري والله انت وش سويت عشان يطلبك الفا بالاسم زين ويطلبك يعني اللي مرسلك علي الفا لا الكسندر موهان عمك الفا كذا تقولها يخس يعقب لا والله عمك يخس يعقب لا والله ايه والله لا والله يخس والله عمك والله يخس طب والله عمك يخس عمك طب والله عمك لا عمك انت والله انه عمك لا تعمم طيب ايه والله لا والله عمك والله يا عمك طيب انا اشوف انت براسك الحين كيف راسك تخيل لو اجى الفا والله عمك والله عمك الفا والله عمك كفيلك يرسلك يدعس عليك ما في مشكله طب اوكي انت الحين تندعس انت الحين تندعس طب انت الحين تندعس طب انت الحين تندعس انت الان تندعس طيب طب معليش انت الان تندعس يرسل لك مهام خاص اخوي اخوي انت بتندعس الان طيب طب روق هد انت لعب تندعس انا برجع انت بتندعس بسيطه هذه الحياه يوم لك ويوم عليك هي هيك يو نو بس والله قاعد افكر باعدام جديد ابيك تنط في باراشوت ونطلق عليك من فوق وتطيح وتموت اعدام جديد ابغى كذا جديد بالاسواق طيب اذا اسمع اخنك فيها طيب روق روق ادري انك الحين معصب ابي كذا نطيت شوف اذا زبنت بالبرشوت والله ما تنعدم واذا ذبحناك وانت بالبرشوت تنعدم
اي ها لا تقول ما ضبطتك وعطيتك فرصه للحياه عشان لا تقول اني ظالم. انا احب اعطي فرصه، واذا مت عاد مت وانت تحاول تهرب. ولا تبي تنعدم على مراوح الهيلي؟ والله عندي افكار كثير. يا عم نتواصل قبل يعني، هذا واصل قبلنا ذا ولا ايش يعني؟ انا ولا مو معنا ذا. انا موافق، موافق على موضوع البروشوت. انا موافق اي ابغاك تطلع بروشوت ما في مشكله. ممتاز، يعني انت تعطيني بروشوت وانا طب تمام. اي طب تنتو تنتو ما هم معنا. ما هم معنا؟ من ذا؟ ما ادري. دون تاكد لي منه. برضه مع نفس تهواتنا حاول يدخل معنا تاكد. لكم رؤية عليه؟ ضر معنا 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 تكت من اللحمات رشطة أم أمنا ما عليك كلا رمور طيبة مرق طيبة. هد 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 يا مصفوق ما في احترام لا ما لك شغل أصول كلمة ما يشوفون أصول كلمة تفني يا شيء لا سواقة ولا أصول كلمة أي بس ايم ندعس كيو نمشي. أيوة يا شيخ دلعني بالله دلعني بالله. تبى اجي سوق انك؟ لا صوت اصعد محترفيه واحده ثانيه اخيره اخيره بس انا ابغى اكون دم فوق واحده. على فكره الغيت خيار البراشوت بس ثانيه احسنت خلاص الباقي خليكم تحت يا اخوان. انزل انزل روح انزل 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 ما يحتاج ما يحتاج تجربة سلاحك توزعه على المناطق. فتش ليه تكفى فتش ليه وخذ كل شيء معه حتى سروال اخذه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول عندك تفتيش كلان يا استاذ ليون ليموني ليون الحمار. فتش يا حبيبي فتش. تم سحبها الان. وصل الكلام تم سحب الاول تم سحب الثاني وش معك بعد؟ مع كاميرا مع هوك مع الكترونيك كيت لا تعداس ريال الله هاي لوكبك خلاص يا حبيبي خلاص لا تتكلم لا تتكلم اسحب منه حتى اللوكبك يمكن يطعني فيه. لا راح يتمسح الان الهاي لوكبك يا استاذ ليون. خلاص تبي جواله بعد نسحبه تمسح بجواله. ايوه اسحب جوالي جواله ابغاه انا. كم رمز الجوال يا حبيبي؟ توزع 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 يا اخوان. اعطوني براشوت اعطوني الجوال ناسيه يا اخي مجنون مجنون يا اخي يعجبني الجنون اللي فيك. اعطوني براشوت يا اخوان احد مع براشوت دبروا لي براشوت. طيب دقيقه بس ممكن قبل ولا كلمه يا اخي اسمع. طيب ممكن نتكلم اسمعني انا الحين دقيقه دقيقه انا خليني ناظرني. ايوه ناظرني ناظرني فك 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 هذا عاد راح نط خليه يموت الحاله فك 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 خليه يمشي بس فك البشته خليه يمشي وبس. طيب انا مبدئيا بيغم علي من لك اللي وراي عادي تمركز ناظرني. جاي واقف واقف عندي هنا رحت مركز ناظرك تمام. نزل عينك تحت. وشو؟ نزل عينك. لا هذه شكلك متعود عليها عند لا عشان اعطيك فرصة منين. عشان اعطيك فرصة للحياة نزل عينك. يلا يلا انت تبغى تكلمين نزل عينك. ايوه ايوه جود بوي الان تكلم. من انا رافع عيني انا ماني منزل ولا كلمة طب ولا كلمة اخذ مني سعادتك. تكلم توزع يا توزع يا اخوان خليني بيكلمني على جنبه خلينا نشوف. اخذ البرشوت بس برشوت معك؟ اعطني اياها اعطني اياها. تعال هنا طيب انا كم هويتك حضرتك؟ ثلاث ثلاث اثنين قاضي وصل لك يعطيك العافية لانت بس خلاص فوز الوحدات. ايوه كلمني توزع 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 روح هنا تفضل اكلمك تسمعني؟ ايه طيب ممكن على الانفراد بدون وجود اي شخص حتى مساعدك؟ اذا سمح دون الله سمح بكيفه تسمح؟ اذا ما يسمح شيء مو على كيفه يحط شروط صح مو على كيفك تحط شروط انت بتنعدم ليش تحط شروط؟ طيب انا بس مبدئيا احتاج اكل والله احتاج اكل عشان اتكلم معكم والله لا اتكلم بكلام اعطاك اقسم بالله لا يفيدك عط عط والله يعطيك والله انا شوف دائما لو جيت عند احد اعطيه فرصه والله اللي معاك اللي توجه لي الان انا معي انا معي انا معي تمهر زيرو اعطيه فرصه انا اعطيه فرصه يبي ندلع مالك اللي تهب البرجر لا خسي رد عليه البرجر عشان ذا سلتوه صاد زين ممكن تفكني بس اكل يا اخي انا قلت لك تكلم صح ما قلت لك اسمع حلقي فتشه بلا مع شيء
توني مفتش ما معي شيء. بسم الله. معطيه انت برجر خربان خليه ياكله اي yeah. اصلا البرجر منتهي صلاحيته نفس ما هو بتنتهي صلاحيته اي والله العظيم فك البشته لا ما يضحك لا دقيقه يمين بالله ما ياكل لين يضحك اضحك اضحك في درون معليك وينه شوف هناك هذا صقر يا حبيبي الله يسعد اخوان بيغم علي بوه. عادي عادي ما راح تنفك البشتك انت اضحك اضحك وش اضحك عشان افك البشتك يا بوي انا احب اللي يسمع الكلام والله فكه خلني افكه انا اخر يلا يلا كل طيب دقيقة قل يلا وش قل يلا لا اصفك على عينك صوتك مو واضح ترى من الماسك ما في مشكلة كل يلا اكلت خلاص يا حبيبي ما اكلت شيء اكلك منتي والله منتي اكلك يا حبيبي وش اكل منتي عادي كل اكل منتي عادي اخر اكلك يلا كل كل يلا جساكل يا حبيبي دي كل يلا خلاص يلا كل شبعت حبيبي شبعت بابا يا حبيبي انت يا يعني تعطوني اكل منتي تبوني اكل حبيبي اعطيناك اكل والله يعني خايفين تكلبشوني على طول يا دون هو كله منتي ولا ايش؟ هي الله شكله كله منتي شيك عطى اكل نظيف انا والله ما يستاهل هذا الانسان يمين بالله ما تاكل الحين بتموت طيب انت عطني اكل طيب يا حال والله ما اعطيتني اكل بص لا تزعجني يعطيك دون خلاص لا تقروشني فعل هو بنعدم ليش ياكل؟ ما ادري عنه. عشان بدي اتكلم معاه شوي. اوبس! بالغلط. هداك يا حبيبي. يستاهل. اوبس. لا انا اكيد انه هو بالغلط. يعني مو ضعيف نفس يعني يستقوي على ناس مكلبشه. لا انت كنت مو مكلبش وجبت راسك ترى على فكره. يلا اعطيته. اعطيته اكل؟ خلاص اكلت انت يا حبيبي دقيقة ما اكلت اوكي خلاص اكلت شم اكلت ما تبون تاكلون شيء يا اخي ما ادري عندك انت بتاكل ولا لا والله ما اكلت يا حبيبي طيب يلا كل يلا كل كل خلاص اكل يا حبيبي اصبر الله يمتحن العدو عندك 5 ثواني تاكل فيها يلا يا حبيبي مو تحدي يوتيوب دقيقة خلاص اكلت يا حبيبي ما اكلت يا حبيبي اذا انك ما تبي تاكل لا ما اكلت لا تسوي ملكة لا نظام القاعدة ما بيمشي نفس ما هو لك هيا عطني ظهرك يا حيوان هذه اخر مره بتاكل اكلت ما اكلت بعد دمك طيب دقيقه سبب الاعدام ما اكل تخيل لا يلا يلا طيب ما تعطوني مويه ابو مويه كل اول شيء كل لا عدمك كل انت بعدين بيجيك يا مويه يمين بالله لا عدمك لا قلت والله اكلت والله اكلت والله تبغى مويه طب ابو شرب بس خليك مكانك لا تتحرك عطوا شرب ولا حركه ارفع يدك ابو شي ارفع يدك يا اخوان كلكم ذا ارفع يدك اسمع الكلام اخلص الدب جود بوي هابي اليوم اسمك مو ليون اسمك بابي اطول بس المويه قص يا بابي قص لا تتكلم ابعد يا شيخ اعطوا البابي مويه الحين افتش بعطيه يلا نعطي البابي يا ليون
يلا اشرب اشرب يا حبيبي. اوه رجعنا مرة ثانية برضو. اخلص يلا يلا والله دقيقة دقيقة والله والله العظيم كانت عندي حالة هذا اخلص. توزع انت وياه واقفين عندي هنا. منتهية منتهية الصلاحية يا حبيبي. معطيك والله ما في جديد والله ما في جديد. هذول يرحم والديك هذول يا عم بعد ما يا عمي خلصهم انا يا اخي. يا اخي ولا ايش يشرب وياكل طيب محنا بنعدم يا اخي. وجهت خلاص خلاص ها 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 لا تناظرني نزع عينك في الارض وقلت لك لا تناظرني. تعال يا حيوان. طيب معك انا معك ممكن انا اتكلم عن الانفراد. بس يا بابي اخر كلمتين قبل اموت. بس يا بابي هنا راح نكون فوق هنا. غير مكانك غير مكانك غير مكانك. هنا واحد الله يرحمه نعدم هنا والله انسان طيب. يلا على ركبك. وشو على ركبك؟ طيب ممكن بس نتكلم يعني. قبل تكلم وانت على ركبك عادي. طيب لا لا بقى اتكلم معك انا عندي اسياخ في رجلي. تفضل بسألك سؤال واحد بس ابغاك تجاوب. اسكت انا ركز. أنا الحين مرة أدع راسي يعورني. الحين هذيك كانت درون يا أخوان ولا طير؟ طير 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 فيك أنت خايف طير. الله روحة الحرية يا أخي. تعال يا بابي تعال جنبي يا بابي شوف الجو كيف يا بابي شايف الطيور كيف يا بابي جميلة والحياة مرة جميلة. حلوة إذا فهمناها صح. اي والله بابا. وإذا ما فهمنا الأشياء غلط واكتشفنا من يلعب في راسنا جميلة جدا. أنت كل الناس يلعبون براسهم الناس صح يا بابي؟ لا يا بابي لا أنت وشو؟ والله قلت النادي بقى بابي بتقول كلمة غلط بعدمك. طيب لا تستفزني ممتاز. أنا ما أستفزك. يلا قول قول. طيب بسألك سؤال بس أباك تجاوبني. اسكت خلني اتمتع في الجو شوي. اوه 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 كمل يا بابي. والله الجو اليوم حلو ولا حلو. كمل يا بابي كمل. طيب بسألك السؤال. ايوه يا بابي. هل يعني ايش سبب تمام وش الكلام اللي وصلك عني عشان تروح تجيب هذا العساكر كلهم تروح تلحق؟ ما وصلني اي كلام حرفين. الف قال لي يذبحوا يبغاني اذبحك وعندي بعدها مهمات ثانيه اخلصها وبعدها ارجع انا كيرتشان لرقين لك كينج يو نو. ممتاز يعني انت الان الفا ارسلك عشان بس يصير دراسي صح؟ نعم. يعني انت شغال عند الفا اذا انا افهمه؟ تحالف. تحالف 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 طيب نعم. تعرف التحالف طيب الاممي؟ ممتاز ممتاز انا يعني فاهم هذا الشيء إيه؟ بس انا بقول كلام الان اللي حولك المفروض ما يسمعون عشان يفيدك انت. أسكت. والله انه يفيدك أسكت. انت والله اسكت. شباب اعطونا مساحه. انصرف 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 تفضل يا بابي. اللي عنده حصاة انزل انزل من تحت انزل من تحت. هل سألت نفسك ليه الفا مرسلك الفا؟ ليش تقولها كذا؟ ما الفا لان اسمه غريب يعني. اي تفضل اجين. اقول هل سالت نفسك ليش ارسلك عشان تجيب راسي؟ احس تحتاجون اضاءه شوي على كلمه. اي بالله انا حسيت عشان البابي. ليش ارسلني الفا عشان ما يهمني ليش؟ بكل امانه انا بخلص بجيبك وبجيب غيرك وبرضه بمشي. مالك بتنعدم خلنا اخر العلوم القاعده الحين بعدمك ثم بعدها بطلع واطلع بكر ثم بعدها طال عمرك بطلع واخذ فرقات وقوات واسلحه من عنده وبرجع مدينتي ثم بعد ما يمن السطح. يعني انت يعني اللي افهم منك الان هل انت الان مطلوب هنا؟ مطلوب في كل مكان يا قلبي. طب في انت فيك مطلوب. انت سماعه ايش يا عيال سماعه بدون جوال ايش فايده ايش فايده امها ما منها فايده مربوطه في ديده يعني تاخذ قواتك تم ترجع مدينتك صح؟ لا
برضو بعدين في اتفاق بيني وبين الفا البابي حقك يسلمني عبد الصمد واقتله واروح هناك واقتل ايمن السطام واقتل عبد الصمد الثاني اذا قتلتهم كلهم بلوتوث بيش ما في جوال. طيب دقيقه بس عشان يعني في اشياء واضح انك ما انت فاهمها كثير ما انت فاهمها ممتاز. اولا موضوع انك تطلع بكر حتى انا بطلع كيف الجو معك كيلر الحين؟ الجو ثانية؟ يا ولد صراحة عجبتني لمسة رضاء دي خلتني حتى اني اسكته واقطع كلامه الغير مهم جدا واللي بالاخير بيردم بصراحة. كمل يا بابي كمل يا بابي. طيب الان انت الان تبغى تطلع تقول بكر وتبغى تستلم عبد الصمد إيه؟ تبغى تاخذ قواتك ومدري وش تبغى ترجع مدينتك إيه؟ انت حسب الدنيا هذه كلها سهلات سلام عليكم بتسويها وبتمشي. ايوه سهلات زي ما جبتك الحين هذا سهلات. ممتاز. طيب ابى اشرح لك كم حاجه يمكن انت ما تدري عنها. يا اولا عبد الص من اللي طلع؟ لا لا ثواني من اللي طلع؟ اشوف انت ايش فيك فزيت على طول قم يا جماعه رد فعل الصوت تيم يا غالي. اه تبغوا لك لحدكم لحد يط بسم الله عليك ايش فيك ايش فيك ايش فيك شيك شيك هذا ايش فيني فيني اعصاب انت طلعت ساحر صدق يا كنت لبسك جني لو سمعت ركز في صلب الحوار. طيب اسمعني الفا بينك وبين اتفاق على انه يعطيك عبد الصمد. ايوه لما اجيب طيب واحد اولا ما راح يسلمك عبد الصمد. ايوه واحد. اوكي بصدق اوكي. اثنين لا بعطيك اسباب بعطيك اسباب والله العظيم لا اقنعك. اسمعني اولا بكر حتى انا بطلع وبكر الان في ناس ماسكين مكان بكر يعني اذا طلعت بكر ما راح تستفيد اي شيء ولا راح يستفيد الفا. انا ما راح استفيد انا ما ابغى استفيد من بكر شيء يا اخوي انا بستفيد من ايش؟ بستفيد من الفا. بستفيد ان الفا قال طلع بكر وبعطيك كذا 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 خلاص بطلع بكر واعطيك كذا 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 ليش انت تبغى يقتلك ما ادري ولا اسال ليش انا. ممتاز انت الان تتوقع انك بتروح تطلع بكر بدون ما يجيك شيء بدون ما احد ينعدم بدون ما يجيك شيء؟ لو يقدر الفا يطلعك راح طلعه بس انه جايبك انت لانك انت يعني زي البيدق يلا بسم الله نرسله اي مكان وحطه في الواجهه وروح ارميه على بكر وخلينا نشوف ينعدم ولا لا اذا ما انعدم خير وبركه. انا اعطيتك كلمتين بقول بس بسلم واحد اسمه عبد الصمد ترى الدنيا ما هي سهلات سلام عليكم يلا باخذ بكر بطلع يا ابوي ترى سجنيني في مكان والله لو طب معك 700 وحده ما انت قادر. انا جالس اخطط من اول جالس احاول اطلعه بكر قبل ينسجي انا متكي معه قبلها بيوم مسلمني كل حاجه وجوا عياله وانقلبوا علي وصارت سوالف كثير سالفه انك تيجي بتخش الكتراز زي السلام عليكم تيجي تطلع ما انت تطلع اعطيكها من الان والف على اساس انه اعطاك ذي المهمه والاتفاق كذاب. طيب بعلمك حاجه. ايوه والله منطقي يا عيال بس تنطق يا ابني. طيب دقيقه دقيقه ليش الفا يبغى يذبح؟ والله ما سالته والله ما ادري انا قال لي اذبح. بسالك سؤال طيب هل اذا قال معلش كلر والله اني ما ادري نكره مثل ذا وش بي في الفا والله ما ادري. طيب انا بسالك سؤال حبيبي فضل. اذا انت بتطلع بكر والف بيطلع بكر فهل بيجي الف يقول اعدموه بدون سبب يا مفلم ايش مسوي؟ طيب انا اعطيك السبب الان هل انتم تعرفتم على شخص يدعى فواز؟ ليش تسأل؟ لان هذا الشخص هو اللي جالس ينشر اخبار كاذبه عني وكل ما دخل عسكري وكل شوي يطلع لي بقطاع وكل شوي يتعاون لي مع ناس وبينه وبين فواز عداوه صح؟ الادم هذه لاحقني من المدينه لمدينه فواز عداوه يبغى يعدمني هو هدفه يعدمني فانا عشان كذا ما استبعد انه الف جاي بالعلم من فواز لانه مو معقول فجأة الف اي نعم فجأة كذا يجي يلا سلام عليكم انا بعدمك. بسألك يا دون امس فواز يوم جاء هو اللي جايبها إيه؟ الفا ولا هو جايبه مع احد ولا ايش؟ ايوه هو هذا فواز جنازة شفت اللي امس كنا معه هذا فواز جنازة. ما هو جاء يعني في احد كلمه ولا الفا اللي كلمه؟ الفا مكلمه يبي يشوفه يبي يسمع سالفة لي الليموني بيقول شلون لك سنين طارد فيه وطارد فيه ولا قدرت تمسكه وحنا غمضت عين جبناه. ممتاز هذا السبب عشان كذا ارسلك الفا عشان تجيب راسي.
راسك سهل يا ابني، راسك سهل. ما هي مسألة سهل ولا مو سهل، هو ما كان يتوقع أساس إنه يطرحني. هو عارف إن أنا مسحب فيهم لهم شهرين الآن يحاولون يصيدون ما قدروا، فأرسلك أنت. أوكي قدرت علي، مبروك. وش بتعدمني؟ أعدمت ليش استفدت؟ بتروح تطلع بكر؟ مستحيل تطلع استحالة. أنا جالس أقول لك أنا وليش أنا أطلع عصابات أطلع عشان عيالي انقلبوا علي. أنا اللي المفروض أسلم مكانهم، مو هم اللي يستلمون. الآن الإجرام ترى داخل في جدار، كل واحد طالع لي قال أنا مسؤول العصابات بسم الله، ويجمع الاثنين ثلاثة ويبغى يستلم الإجرام. أنا معي ناس من المارشالات، وإلى الآن بقى ما اتخذ خطوة إن أنا أطلع ناس من بكر. أنت معك المارشالات؟ ما اللي معك؟ أنت تعرف أساساً وش المارشالات؟ أوه لا توص. ومن هم المارشالات؟ مالك شغل؟ ما اللي معك؟ عندك تسأل CIA يا غبي. أنا أسألك سؤال الآن، كيف تسألني تقولي من المارشالات اللي معك؟ المارشال هو شخص واحد. لا في ثلاثة. من هم الثلاثة طيب؟ مالك شغل هذا جاهل. كيف مالي شغل؟ أنت أنا أسألك ما اللي معك؟ أنت مو تقول معك، مو تقول إنك تعرفه، ها قل لي اسمه، ولا تبيني أقول بعدين ترجع تقول أنت، قل لي اسمه. قل شيك. خلني أتذكر اسمه دقيقة. يمين بالله لأعدمك يا كذاب. لا لا ما تسوقهم والله 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 انه في واحد من مارشال معي، حلفت لك والله والله واحد من مارشالات معي. من اللي معك؟ تكلم. طيب نزل سلاحك، نزل سلاحك. تكلم طيب، من من طيب من 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 مين؟ من تكلم؟ صنطك معي. هم ثلاثة تمام؟ طيب لا بشيك تقول واحد ليش؟ لا تزعل وانت اختبر فقط، اختبر سؤال الاختبار. طيب اوكي من هم؟ من يا اخي؟ لا يودي الام شغله. مين معي؟ واحد معي شخص اسمه شبيب بن شلفه، تعرفه؟ قد سمعت فيه؟ هذا واحد في المارشالات من اربعه. انا معي غير هذا الشبيب، هذا مو معي، معي واحد غيره. تقول ما قبل شوي تقول معي والحين تقول مو معي؟ يعني اقول لك هذا واحد من المارشالات، انت ما جاوبتني. طيب انا وشبيب اللي بالمارشالات، انا ابي اللي معك مين؟ لا 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 هو. اللي معاي واحد اسمه سيف بن خنجر. يعني شبيب مو معك؟ مين ايش اسمه؟ ترى ما اتذكر اسمه مضبوط، يعني ما قد قابلت. لا تسوي مجنون، لا تسوي مجنون. لا ماني جاي اسوي مجنون، انا جاي اسالك. خلاص ما اللي معك؟ معي هذا اللي قلت لك سيف بن خنجور، ما ادري خنجر. خلاص ابغى قابله. شو تبغى تقابله؟ ايه كيف تبغى تقابله بالضبط؟ انا مش عليك قابله الحين، يجي الحين قدامي. يجي قدامك؟ ما راح يجي قدامك. كيف اجيب لك؟ عاد انت تموت. موجود. انت تموت. لا لا اجيب لك يا خلاص ما في مشكله. ايه خلاص جيب لي. هات رقم. طيب هات رقم جوالك بس ادق عليه. كيلر جوال ابن الرمز. بالله هات جوالي برمز يا حبيبي. هات هات دقيقة دقيقة. طيب هات 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 هات. لا مو دقيقة، هات هاك هاك. انت اللي بدأت. انت شلون كذا غبي؟ والله غبي. هات الجوال كذا غبي. جاك الجوال؟ ما جاني. جا هو. كم هويتك كلر؟ ثلاث سنين. ولك بالله بدون رمز يا قلبي. طيب لا برمز. الله يبر رمز. شوف. طيب اسمعني، ممكن اتكلم الان؟ لا لا شوف الجوال ولا عشان اشوف كلامك قلته صحيح ولا لا. بس ثواني بس. لازم تفتح الحقيبة وبعدين طلع يا كلام. كلامك كله صح ولا؟ الا اذا في شيء بتعدله. لا 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 كلامي كله صح واثق فيه. اوه فتح الجوال. اويلي وين؟ عيد للبيت. شوف الصور. ما شاء الله قطف وزحفه. عفا عليك. اي والله عينك يا وحش. كلر تذكر انت شفت المقطع اللي مصوره في غيد اللي شاف الهيومن لاب؟ شو ليش مفقوع عندي؟ ايه تأكد شوف المقطع هو موجود ولا؟ دقيقة
بس بس وين رقم سيف بن خنجر وينه؟ مو في جوالي هذا. لا يا شيخ. اي والله مو في جوالي ذا. اي جوال؟ في جوالي الثاني. Your call has been forwarded to an automatic is not available. عدك ترى على اخوياك. Please record your message. When you have finished recording, you may hang up. لا عدك قليل بس اتاكد كذا انت. Your call كلهم قفلين جوالاتهم. Not available. باعوك والله بزفت. Please record your message. طيب يا حبيبي. When you have finished recording, صراحة ما اقتنعتني. طيب اسمعني. اسمعني اسمعني اسمعني. ما اقتنعتني والله ما احس اني مقتنع، حسيت انه فيها كذبة. ما ادري لا مو ما فيها كذبة، خلني احس انه ما فيها كذبه واسامح. ممتاز، انا الان جالس اشرح لك، جالس اقول لك ما دامت الف جالس يرميك كل شوي الواحد ويبقى تروح تجيب بكر ومدري مين، هو ما هو قادر. اسال نفسك كيف ما هو قادر؟ ليه ما هو قادر ومعاه كل الجنود ومعاه كل الوحدات ومعاه كل شيء؟ ايوه ليه مو قادر الان يروح يطلع بكر؟ ليه جالس يرميك انت في الوجه؟ يبي يتخلص منك. والله بكر صعب صعب تطلع، اقسم بالله العظيم انا هدفي وهدف اذا انت بتطلع بكر حتى انا بطلع، هدفنا واحد ترى. وش اللي تبي تطلع؟ اقسم بالله العظيم انه انا بطلعه، والله العظيم انا بطلع. طيب. بكر ما انت مصدق؟ دق على عيال بكر. من هم عيال بكر؟ ما اعرفهم ترى. شوف جوالي فيه رقم بكر، تقدر تشوفه وتشوف الرسائل اللي بيننا. العيال صادق، هو كل شيء يقوله صادق. ولا من عيال بكر بس وانا اشوف. عندك ثلاثة، واحد اسمه صادق كل شيء يقوله وفرانك. ثواني ثواني ثواني. الان ذول منقلبين على بكر انه بكر انسجن، ما هم عياله، هم عيال اخوه. بالله ترى خلاف كل شيء. ما اعرف والله اسمه، هاري موتشادو او شيء زي كذا. طيب فرانك ايش؟ وشو؟ فرانك وش؟ شو اسمه؟ فرانك وش؟ ما ادري حتى هو، يمكن فرانك موتشادو اتوقع. وش الشيء اللي كذب فيه يا عيال؟ وش الشيء اللي كذب فيه؟ ما طلع لي واحد اسمه فرانك موتشادي. الام دي تي ما في واحد اسمه فرانك موتشادي. بس حقة المرشاة، طيب غير حقة المرشاة كلها صادق والباقي؟ كلها صادق الباقي ولا بس حقة المرشاة؟ يعني انت ما اعطيتنا اي سبب مقنع انه يا اخي انا اعطيتك سبب الان مقنع، انا جالس اقول لك المرشالات معاي، جالسين نحاول نطلع بكره. المرشالات معاي ولا المرشال معاي؟ يا اخي مرشال مرشال. ممتاز، لما تقول مرشال مرشالي بيطلع بكر. ليه بيطلع بكر؟ لانه انا بطلع. وليه يسمع كلامك المارشال؟ هم الان يبغون يحطوني انا اللي امسك الاجرام، فهمتني؟ الله يرحم والديك افهم. انا جالس اخذ دعم منهم، جالس اخطط اني اطلع بكر. وليش تمسك انت الاجرام؟ وش الصفه الكويسه فيك وانت حتى تخطط ما عرفت تخطط؟ ما فيني شيء، لقوني كذا وحطوني انا ذا زي ما حطوك الان انت في سواد وجاي من مدينه ثانيه. ممتاز، اسمعني. انا الان اتكلم معك عن وشو؟ ايوه. انت الان الفا وش يضمن لك انه بيسلمك عبد الصمد؟ وش يضمن لك انك تطلع من بكر وانت حي؟ افهم مني، وش الهدف انك انت الان تعدمني؟ ابغى هدف. ما في هدف، انت ما عندي هدف انا فعلا، هدف بكر بيعدمك. الهدف عند الفا يا اخي. الفا بيبيعك في اقرب لفه. الفا لو عنده شيء يسويه كان راح سواه، كان راح طلع بكر. ليه جايبك انت؟ عشان انت مطلوب اعدام، انت خلقه معدم، ما هو خسران شيء. بيجيب جايبي انا لاني افضل واحد، انا تكتيك محنك يا اخي. اسمعني، افضل واحد المحنك يا الجبروت، اسمعني. ما اختلفنا انك افضل واحد واكيد ما حطك اللي انت كفاءه، بس هذا ما يعني انه هو يروح يحط نفسه بمكانك. انت معدم معدم، وخاصين منك خاصين منك، صح ولا لا؟ فحطك في الوجه، يرحم امك، فكر شوي. يعني بيخليك تروح تطلع بكر ليه؟ ليه ما هو يروح يطلعه؟ لانه لو انقفط بينعدم. اما انت معدم معدم، فز يضرب عصفورين في حجر يروح يطلع بكر وانت معدم. طيب فهمتني؟ الله يرحم والديك. طب افرض اني انا طلعت بكر وقتلتك. ممتاز، وخليت عبد الصمد وكل شيء وقلت يلا بروح. ما انت ما عبد الصمد، هذا واحد ما بيسلمك عبد الصمد، ولا تحس انه بيسلمك عبد الصمد زي السلام عليكم يلا السلام عليكم بيسلمك عبد الصمد. ليه ما يسلمني اياه؟ وش يضمن لك اني اسلمك اياه؟ افهمني افهمني، انا اباك تخيل معي، تخيل معي، انت الان رحت الكتراس صح؟ رحت الكتراز وطلعت بكر ولا جاك شيء؟ وتركوك كذا تمشي السلام عليكم ويلا خلوه يمشي. حبيبي هناك لو تقرب بهلي بتتفجر. انت صاح انت؟ والله العظيم ما ابغى احطه في ذمتي انه رماك في الوجه المدفع الفا.
رميك ليش؟ لو انت معدم انت بلسانك تقول والله صادق. ليش الفا ما راح هو بنفسه؟ الفا مع قوات وكل شيء ليش ما قال هو لي انت روح؟ ليش قال ليش كلر؟ والله توني افكر فيها يا عيال، والله العظيم توني فتح كيف فتح لي ابواب زياده. ايه المشكله قاعد يحلف، حلف صدمني انه يحلف يا عيال. احس اني ما اقتنعت انا كلام، احس اني ما اقتنعت يا اخوان. انتوا حكم عقلكم قاعد يحلف بشوي يعني الان. ليه مو الفا؟ سؤال يا باكم ترد. هذا اللي صادمني ليه مو الفا اللي يروح يطلع بكر؟ ليه جايب واحد محكوم عليه بالاعدام يروح يطلعه يطلع بكر؟ لانه عارف انه اللي بيطلع بكر بينعدم. يعني مثلا مثلا بكر. مثلا اوكي صدقتك، انت بتوقع اني بقول لك يلا روح يا اخي؟ مو قصه انا ما قلت لك يلا خلني روح وفكني وكل واحد يروح في طريق والدنيا ورديه يا اخي. انا قلت لك انت هدفك تطلع بكر، انا مستعد اتعاون معك في الهدف. بس انتم اذا انت انا سالتك سؤال وباقي ما جاوبت عليه، قلت لك اذا فواز موجود فهو الشخص اللي جالس يحرضكم علي. انت شفت مني شيء؟ جيت عدمت الفا، جيت تكلمت عليه، ما جيت قلت له شيء. هو داق علي ذاك اليوم يقول لي وينك ابغى اقابلك والله لاجيبك والله لاطرحك. انت تخاصي ولا تقوى اصلا تجي الفا؟ تسمع ولا ما تسمع؟ والفا بيجي يشاربك. تسمع ولا تفكر؟ ممتاز ممتاز. اي غصب عليك الان الاشخاص. اسمعني اسمعني يا ايش اسمك؟ ايش ناديك انا؟ حبيبي وش اسمه؟ عمو كيلر. عمو كيلر. ايش؟ كيلر. ايوه عمو كيلر. انا بقول لك كم كلمة. انت الان ابغاك تقتنع معي، اقنعني بس اقنعني. انا دلخ، انا ما افهم شيء، اقنعني. تبغى تروح تطلع بكر وما يجيك شيء وتروح يسلمك الفا عبد الصمد زي السلام عليكم. طيب اوكي افرض اقنعني انت، تعاونت معك احنا طلعنا بكر. ممتاز. وش تعاونت معي؟ انا اضمن لك انا مجهز خطة عشان اطلعه، انت تعاون معي. انا اطلع لك بكر. وش انا انا أوكي. حتى لو صار شيء، حتى لو صار شيء انت تضمن انك انت ما تنعدم. اما انك تروح هناك وانت محكوم اساسا باعدام تنعدم 7000 مره بتنعدم انت. والف بايعك بايعك ليه؟ محكوم باعدام زي السلام عليكم. والله صح، يمكن يمكن فواز هو اللي عبى راس الفا. يا دون هل اجتمع فواز مع الفا؟ وانا ما ادري. او ماني موجود. على حد علمي لا. ما قد صارت اجتماع. هل سمعتهم يتكلمون شيء؟ انت معنا يوم نجيب فواز. طيب بسألك سؤال، بسألك سؤال، بسألك سؤال. انا يوم سألتك عن المارشال ما جاوبتي على اساميهم. ليان. اسلم. ما تشوفني قادات السالفون؟ كمل يا دون. اقول لك انت معنا يوم نمسك هو صح نجيبه يوم انت ما يوم نهرب من الباخره واليخت. لا هربناه، كان في حاله كان حول بيت المتشادو من اليخت، وبعدها اخذناه وليتو للشاطئ صار نقاش. بعدها الفا قال له خلاص انا بضمنك مع السي اي اي وبجيب لك ليون. بس هذا ليون جبنا عشان فواز يعني الظاهر. بس عد ترى ليون زحف على الفا عشان كذا شدد عليه، ولا الفا يدري ان نكره وسهل نجيبه. ف طيب اسمع يا قام وزحف على الفا حبي. جبنا حيوان. ادري شلون، ادري شلون احلها. والله جاتني حل، والله جاني حل بن كلب. وش الحل؟ انت يا ليون راح تقابل الفا وفواز. الله يعطيك العافيه. يعني انت حكمت علي بالاعدام كذا صح؟ الله. يعني انت كانك تقول يلا بدل ما نعدم فوق الجبل نعدم في مكان ثاني. نفس الفكره ترى، يعني ما صار شيء. يا كيلر خلاص حمودك. انا جالس اقول لك الان انا خلصت كلامي. ما خلص صح؟ هز عينك فرض واسمع. لما تكلم الفا وفواز انت راح تخليهم يجاوبون عن الاشياء اللي انا ما اعرفها بطريقه اسئلتك. يعني انت ما تعرف عن شيء؟ خلاص انت قلتها بلسانك. انت من داري؟ انا جالس اسالك الان عن، اقول لك عن المارشالات تقول لي ما ادري. اسالك عن فواز. طيب انا عشان اعرف، انا عشان اعرف، عشان اعرف يا اخي عشان تعرف. انت اسمع مني يا اخي، اقنعك من اليوم.
انا ما بصدق واحد بح صوتي امعه. اسمعني انت لما تجتمع معاهم اسالهم اسئله عن طريق الاسئله هذه بيجاوبونك انت وانا بسمع. مثال بتقول مثلا الفواز ليش تبي تذبحني، هو بيقولك لانه كذا وكذا وكذا، بعرف انه فعلا فواز يبغاك. بعدها بتسال الفا نفس السؤال وهكذا، وبعدين الفا بيجاوب وكذا بيعرف. اذا طلع فعلا طلع فعلا انه صارت شيء ما ادري عنها، وطلع فعلا ان انت بسبب حقد فواز بس عشان كذا بتموت، وفعلا انت عندك خطه انك تطلع بكر، انا اضمن لك ما راح تموت. ولكن طيب ورب الكعب أنا... لو طلعت في معلومه واحده كذا بس معلومه طرف علم كذب قالوه لي بتموت. انت اسالني اي شيء انا بعطيك اللي عندي، انا اعطيتك كلامي واضح، انا اتعامل رجل. اول سؤال، هل انت رجال؟ لف الدوره هو ارجل من اللي موجودين. اشك في موجودين. موجودين وين؟ مواليد 2005. مواليد 2005. لا معلش معلش، موجودين وين بس؟ وين بس موجودين؟ موجودين في كل مكان في انحاء المدينه. الا هنا صح؟ اسمعني. الا هنا؟ انا جالس. الا هنا؟ الا هنا صح؟ اسمعني. الا هنا صح؟ كيلر. كيلر انا بفيدك. الا هنا صح؟ والله بفيدك. الا هنا؟ والله بفيدك. ولا مو بالا هنا؟ عشان افهم. الا هنا؟ اكيد اكيد. ايه اكيد. بابي. اسمعني. انا جالس اقول لك. لا تعيد الكلام لا تزعجني. بفيدك بعطيك معلومات. والله بعطيك معلومات. اسكت ولا كلمة. اسكت. بس انا ابغى. طيب اسكت. الحين ابيك تسكت. اللي بيصير. اسمعني. بس اللي بيصير. لا ابغاك تسمع لي كلمتين ذي دقيقة. تفضل. انت الان الله يرفع ضغط العدو قول امين، هذا واحد. اثنين. انا العدو. عندك. لا مو العدو، لا انت عزيز وغالي. حبيبي. انت عندك. تبغى تقول لي اني اروح اجتمع معاهم مدري وشو؟ خلي الاجتماع انت وروح اسالهم. لا. خذ معلومات. لا 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 والله. من اقابلهم وجه لوجه. يمين بالله ما تروح مني شبر. والله. الغرفة اللي تنام فيها أنا أنام فيها يا شيخ. لا أنام أنا في السرير وأنت في الكنب. طيب اسمعني. والله ما والله والله ما فك. أنا ما قلت لك، ما قلت لك فكني. من قال لك فكني؟ ما قلت لك فكني، بس أنا أقول لك الأشخاص هذا لو شافوني والله إني يعدمون على طول. ما حد يعدمون. فإذا أنت تضمن لي تضمن لي كلمة رجال. إيه أضمن لك كلمة أنا معي رجال. ما يطلقون النار علي. معي ناس. معلك معي ناس. صح ان هذا شوي يطلع عن طوره وما يسمع كلامي، لكن بهذبه زي ما هذبتك يا بابي. تهذب مين كلاط؟ انت تزحف ازحف عليه. لا تزحف علي. على العموم اللي بيصير كالاتي، انت بتجتمع معاهم تسالهم اسئله زي ما قلت لك، تاخذ العلم تاخذ الامور كامله. اذا طلع فعلا ان في حقد وطلع ان انت منك فايده ان منطلع بكر، انا اقدر اقنع الفا انه ياجل موتك. يعني منطلع بكر حاول ان ما نشوفك عاد، انت عاد اللبيب والاشاره يفهموا. طيب بس اك سؤال، بس اك سؤال ممكن تجاوبني بس؟ يا اخي سالتك واجد انت ترى ازعجتني. بس عشان افهم معك، لان انا احب اتعرف على الرجال. اسال. اسمعني انت الان، هل ألفا تسوي لك خدمة عشان تسوي له ذي السالفة كاملة؟ أيوه. كنت بموت طلعني من الموت، إيش باقي يسوي لي؟ طلعك من الموت؟ أيوه طلعني من الموت. كيف طلعك من الموت؟ ممكن تشرح لي؟ كيف طلع؟ لا هذه بعدين أنت، لا أشياء خاصة. هذا أشياء خاصة ما لك شغل، والله ما راح تعرفها. لكن كمجمل كمجمل طلعني من الموت ونقطة نهاية السطر. أياً كان اللي سواه لك، أنا بس بقول لك حاجة واحدة، فكر ليش سووا ذا الشيء؟ ليش؟ اسأل نفسك ليش؟ لأنه صاحب أبوي بروس تشاندلر. فجأة تذكرك كم مرة يعني؟ يعني فجأة تذكرك وقال أنت صاحب أبوي ولد أخوي يلا بطلعه، صح؟ مو عشان تروح تطلع بكر وتكون أنت في واجهة المدفع وإذا صار شيء يجي في راسك، صح؟ عشان أخوك مدري أبوك مدري عمك معاه. ريان اسلم. لا يا مجيد لا بفهم انت ايش تبي توصل له الحين. دقيقه دي ما تشوف اثنين رجال يسولفون؟ لا معلش انت من رجال 2005. اي من رجال انت تنزل عينك في الارض لما تكلم، انت تنزل عينك في الارض. من رجال انت؟ لا ست رجال ناظرني يا حيوان. ايش فيك انت؟ تفضل يا دون اسال سؤالك يا حبيبي. ابي اعرف ايش بيستفيد من الكلام هذا. ايش بيستفيد من الكلام هذا؟ ايش مبتغاه؟ ايش مبتغاك؟
ما في مبتغى، انا جالس اسالك اسئله منطقيه. انت الان سالتني قلت لي انه طلعك من الموت، سالتك انا سؤال قلت لك ليش طلعك، اسال نفسك ليش، ليش طلعني يا دون؟ بعد شوي تقول لي جاوبه. لانك ما تستحق الموت، بس سهل ما يستحق الموت. بعدين سبحان الله على طول دف مهمه قال ابغى اطلع بكر، وعارف انه تطلعت بكر استحاله وشبه استحاله. يا حبيبي مهمه بكر اصلا من مهمه ان نجيبك هنا وكذا. ما انا اعطيتك كلامي، كلامي مو مع كلامي مع كلر. انا اعطيتك الكلام اللي عندي، واقسم بالله يعني اني كنت صادق معك في كلامي، وجالس احاول افيدك بالكلام، جالس احاول يعني اتعامل معك. تبغى تلف الدور مدري ايش، ما تبغى تصدقني، عندك ظهر جبل هنا ارم نفسك من فوقه. لا هو اللي بيطير من الجبل انت بالبرشوت يا حبيبي، الله يسعدك. مو بنا طيب اسكت الان، اسكت 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 يا دون. ارسل بلا شيك الفا اون ديوتي ولا فواز؟ ثواني من فضلك، خذ راحتك تكلم اسلم. تبغى يعني اسكت 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 راقب يا شيخ شكل بالله. احلف كذب ما ادري انا، ما انحرف صدقه. في بعض المعلومات كذب ادري فيها، لان انا كنت اتابع برا الاربي اللي هو انه مع شبيب ما هو مع سيف بن خنجر. هذا اللي اعرفه صدق، بس الباقي كلامه مقنع صدق، كلامه مره مقنع. بتصدق ولا لا؟ كلامه مقنع. صدق يا عيال، لا نكذب. الان قاعد تاكد، خذ راحتك. خبر لا الفا ولا فواز موجود. طيب شيك سيف بن خنجر موجود؟ انظر ثواني، خذ راحتك. للأسف كلر بعد حتى سيف بن خنجر مسجل خروجه مو موجود. طيب عندي سؤال قبل ما نمشي، بس بنقلك ممكن أعرف بالله عليك يعني مين رؤساء العصابات الآن؟ أجين وشو ما كنت اسمعك شو كنت تقول؟ رؤساء العصابات مين؟ مين اللي رؤساء العصابات؟ رؤساء العصابات مين؟ أنا مسؤول العصابات. خلص يتعقب غيرك ما في غير كلهم شرذمات حبيبي. هي ما هي تقديح، ما هي تقديح. أنا رئيس الشرطة وأنا الوزير، ما هي تقديح. يا عروج روق صدق، إيش تبغى؟ مسؤول العصابات شوفه في سجن كترازي، ترى طلع غيره من ولا عياله منهم؟ عيالهم اعطيتك اسمي، واحد اسمه هاري وترافيس وفرانك، وقال عيال عمه، عيال عمه ما ادري عيال اخوه جدته ما ادري من بيدي هي يعني ولا وش؟ لا يا حبيبي يقربوا له، بس ايش يقربوا له ما ادري. يقرب لهم سعد بيدي مو بيدي يا اخي، انا باخش معه فكره العائله، بعرف من وين جو. لا ترفع صوتك، لا اوطى عليك، لا ترفع صوتك، صوتك لا يرتفع. طيب ايش اسمه مرة ثانية؟ ايش اسمه؟ انت عندك صعوبات عشان والله نسيت. ما ادري انت قاعد هاري تقول هاري وفرانك وترافيس. وفرانك وترافيس هذول عيال مين؟ عيال خوية. عيال خوية؟ ايه مين خوية؟ يا اخ ما اعرف والله، ما اعرف من خوية يا اخ. انا يا اخ شايفني معهم هذول مين؟
هذول متشادو، عيال متشادو اسمه. طيب تعرف مواقعهم الان؟ اعرف كل شيء عنهم، داعسهم كسر عينهم. انا قلت لك لا تقدح صح؟ ما قدحت، انا اعطيك الواقع، هذه حقيقه وليست اشاعه. وينهم الان طيب؟ في لوس. وين بالضبط؟ فين بالضبط؟ وين في لوس؟ عندهم اماكن كثير. وين طيب اماكنهم تعرفها؟ اعرف اماكنهم كامله. راح نتوجه الى لوس يا اخوان، بنتها معاتهم متشادو، اسحبوه معنا. نعم نتوجه مركبات. عندي موقع بيتهم. ممتاز، راح نداهم بيتهم. تنفار بامنا معي بلاير شب وانت مداهمهم. غير صحيح، ركبه معي. تنفار ركبه مع كلام. بتوجه الموقع بيتهم وتأكد منه. وبلغكم. عندك عند الموقع كلر. غير صحيح، لا حد يدري. تنفار. هيلي. تدري خلاص ركبه معك بهيلي، تعال تعال. عشان لا يزبط بنسبة 1% حتى. ولا تقرب للأرض أبد، لا تسقط، لا يجيك أي شيء في الحياة. ما عليك ما عليك ما عليك. ما أبغاه يزبط ذا. حدد لي موقعهم. فور ثمانية، لا أنا أجيب لك موقعهم. ما يشتغل موتري. ما عليكم يعني، حتى لو متنا، حتى لو متنا هو مع الهيلي يعني يزبلونه. عند الإطار. ما تصبر يا كلر، خل احدد لك. ما انت جراني. اخواني ركز، العموم ركز، معداتكم تاكدوا منها، اموركم تاكدوا منها، تاكدوا من كل شيء، ما ابغى اي ثغرات. عمومكم على مركباتكم، يلا يلا لحد توجه مركباتكم، عجلوا يا اخوان. بالهداوة يا اخوان، بالهداوة. اصبر، الطريق من ورا، الطريق من ورا، من ورا. عارف مكانهم يا متعب؟ حددت لي انت صح؟ بار حددت لك كلر. ممتاز، انزل وراي، وراي العموم. ابى اسبقكم هناك وبكون مرتفع على ارتفاع اقدر عليه. وطف. اكل وشرب. او شيت او شيت. لا يا اخي، لا يا اخي، لا يا اخي، لا يا اخي، كله خربان، كله خربان. روح بسرعه، شلت عندهم منقلون. راح نعجل السرعه يا اخوان، بس انتبهوا لا تنقلبون، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، ركزوا بالسواقه. في احد معي بالسياره يا اخوان؟ احتاج اكل. زليت عليكم، كملوا ما عليكم. توزين، ملك التوزين، ملك التوزين، ملك التوزين. هجت فيه عليك قاعد نشقلب هل عادي؟ انا برضو قاعد شقلب عادي. اوكي وزنت انا، وضعي تمام. خايف خفايف انا اموري طيبه. حدث الحالة متعب. تنفار انا في موقع بيتهم الان. جهاز الكرتون ما فهمت. ثلاث كيبورد جديد. ايه قالوا لهم ما عليهم، ما عليهم الحق.
اسحب ثقيله معهم. يا خان احتاج اكل اللي قدامي بالله. اذا معك اكل وقف يمين. اذا معك اكل اوكي. وقف عند المحطة حقت ساندي. لا تجمع هناك السيارات. دون حدث لي الحالة. اسحب ثقيله معهم يا عيال. متأكدين؟ أنا. كم عددهم تقريبا؟ ليش قاعد اخذ معلومات؟ سعد سعد خلاص لا تقولون. اتسكو اخوان الباقين وينكم؟ الو ما في الا ثلاثه عندي. وين الباقين؟ جايين جايين بس ما صرنا خربان حاليا. ثبت السكه. فهمت. بنجتمع عند ورشه ساندي يا اخوان. تنظر يا اخي تكفون الله يرحمه. ابغاك شكرا. استعجل يا اخوان يا اخوان ما اشوف السياره واحده وراي. الباقين وين يا بشر؟ صحصحوا رقدتوا ولا ايش؟ متوجهين لك يا استعجل يا عباد. امي يا عباد اهدى يا عباد اهدى يا شيخ. ايش فيك يا عباد؟ يا بشر ما في احد عندي في المحطة. يا يهو تجون انتم ولا كنس رمى مداهمة؟ حاليا عند الزجن. ثلاثين ثانية وحنا عندك يا عم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية عشر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية عشر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة. لا مو كذا مو كذا. آخ 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 كل مرة أصفى فيه. كلار 03 يا الرئيس كلر. يا عيال طولت جو ولا لا يا عيال؟ جو شك
06 وينكم يا بشر؟ اوه هذا انتم حركنا هذا الحالة يا متعب. من متعب يا كلام؟ دون يا شيخ. انا عند مزغ باكر القديمة. رجع لك انا. دوني بث ما ادري العافية الله فيكم. احنا عند مزرعة بكر بس احنا متوجهين للتحديد حاليا. انت محدد مكان ثاني ترى. ادري انا اتمشى بليون ويعلمني عن اماكن يتجمعون فيها العصابات، علمني عن في الجنوب وعلمني عن البيارة اللي راح فيها يمكننا بجامايكا. دهمنا موقع بكر حاليا. تنفر ما في احد كلر انا قبل شوي فيه. استلمت. راح نطلع التحديد اخوان. اطلع وراي على الشارع. الجرافكس رهيب يا عيال. ووو اول شيء اجمع برا حقه بكر هذه وجهين قدام. هذا بيت بكر القديم صح؟ صح شات؟ بيت بكر القديم معروف. أنا قربت من الموقع يا اخوان خليكم وراي داخل لوس حاليا. ورا ننتظرك. متأكد يا كيلر من تحديدك؟ تحديدي في الشمال ترى. انت محدد لي رايح على تحديدك. انفر لا 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 تحديدي في الشمال في الشمال في الشمال عندي في الشمال. تحلي في الشمال. انت ايش محدد لي على السكراب؟ انفار ما هو انا المحدد، محدد لك انا تحديد صحيح شمال. شوف المسرح عندي شخص خاطف رهينة. حدو 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 سريع. فكه وانت سليم. فكه بصير سليم. فكه 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 بس فكر رهينة. الله يعزكم الله يعزكم. بس خلاص حركنا عند المهمة ثانية بس على السريع كذا على الماشي على السريع. شاكر لك يا رئيس الرؤساء. وين الشمال انتم؟ انظر تعرف المسرح؟ من داهم السكراب ونجيك لحظة بس. انظر داهم السكراب. والله شيشت شوي معلم يعني. من داهم على السريع كذا بس على الماشي ونجيك. اللي عندك تعرف وين تنقله؟ انت وين تبي؟ تبغى مكان ما يشوفها الا الجن. هذاك؟ مرة ناقلة الآن. اوكي في سيارة في السكراب يا اخوان. بيرسل لك اللوكيشن. في سيارة في السكراب. واتش اوت جايز. كلير. ارجع يا شيخ فكك. ما عندهم بخاخ شي طارف؟ راح نتوجه وين في الشمال وين بيتهم؟ ذكروا يا لحث بيتهم طيب. كودفور كودفور كثير 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 يا كلر.
انقز انقز ورا. اسال ليون طيب اسال ليون قول له وينهم. انقز ورا يا خوش بلاك يا خوش بلاك. خلاص انقز ورا. تنفور كذر اعطاني موقعين، موقع الحاره الخضراء اللي خلف محل ملابس الجنوب. اوكي. واعطاني موقع ثاني في الشرق لكنه كنفور. توجه للحاره الخضراء. تنفور توجه انتم، انا بتوجه بالشخص. هل فيها بيت الحاره الخضراء؟ توجه بالشخص، توجه بالشخص. تنفور توجه لنا. تنفور تنفور فيها بيت، فيها بيت. وين البيت؟ البيت بالخلف. طيب اطلع قدام انا بكون وراك. راح راح الخلف. وين هنا؟ وين يا شيخ انت؟ وين لحقنا معلم؟ وينك؟ شوف شوف لحقنا، شوف قدامك، احنا شغلين سفاتي احنا. اي راح 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 امشي امشي امشي. في اثنين شارين سفاتي الله يصلح. ناخذ يمين احنا عند سيارة حمراء. تشوف موقع مي بالاصوات. ارتم فور يوجد اشخاص. يوجد اشخاص. تنفور تنفور هذا بيتهم. ممتاز. توزع على المنطقة. انظر لا ترفع سلاحك. توزع على المنطقة وخلكم زابنين. توزع بالمنطقة. انظر. ايش فيه حبيبي؟ ايش فيه؟ حياكم الله حياكم الله. يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله. اهلا وسهلا. ارحبوا ثم ارحبوا. السلام عليكم. الله يسعدك. الله يسعدك. ارحبوا حياكم الله. اخوي الله يسعدك. احنا جاينا توجيه من رئيس الشرطة. ان في هناك شخص من المتشادو هنا. هل هذا صحيح؟ في سلاح وراء. اي 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 للحين امورك طيبة. لا تعطيني سبب اطلق النار لو سمحت. نزل سلاحك. نزل سلاحك. نزل سلاحك. نزل سلاحك. والله I don't give a shit about your fucking home man. Just get your gun down. اعطيك على وجهك. سلوبك سلوبك. اعطيك على وجهك. جاي حارتي تحترم. سامع. شوف انا دائما على عيني وراسي. انت وعساكرك على عيني وراسي. بس انت حارتي تحترم نفسك لو سمحت. اوكي اوكي ريسبكت يا حبيبي. تعال تخاف حضن. انت وخر عنهم. وخر عنهم. تخاف حضن. تخاف حضني. تخاف حضني. تخاف حضني. قال جايين نتكلم. قاعدين نتكلم. وقفنا لك ورحبنا وقاعدين نتكلم. الله يسعدك. حياك الله. واحد من مين؟ المتشادو. المتشادو؟ نعم. طيب واذا في واحد متشادو اللي نفترض انه في واحد متشادو هنا وش المشكله؟ نبغى نتكلم بس. تكلم معه. لا طلع من هنا. تكلم معه. يعني هو موجود هنا. شف. حتى لو موجود شريف. انا ما راح اعطيك جواب موجود ولا مو موجود. بس انا اقول لك حتى لو في احد موجود. ماتشادو برناندو ما يفرق معي. انا واحد داخل حارتي ما راح اخليك تدخل انت كعسكري تتكلم معه. لا لا انا ما بنتكلم معه بالاجبار. احنا نطلب ان نتكلم معه لاجل معلومات تهمه وتهمنا. هذا شيء لمصلحته مو ضرر له. فأنت بتستفيد من هذا الشيء يعني مفهوم. استاذي بلا انا ما اصبر شوي. اصبر دقيقه دقيقه هدوا شباب يا حبيبي. ارجع ارجع للبيت. ارجع تعال 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 البيت. تعال البيت. اي تعال البيت. تعال البيت. وين رايح انت؟ رايح عند المغسله؟ وين رايح؟ تعال. طيب انا اقول لك لو نفترض ان في واحد ما تشاد جوا انت ضر لي يخلص ان شاء الله واطلع. دخلتك هذه ما حبيتها ترى. انت تشخيص قدامنا بحارتنا ترى نعرف نجي شخص في القسم. هاي هاي بكلم لو سمحت. كالمه كالمه. مرجله سعيب الجنوب امام الجميع. اقدر اكلمه بالطيب ولا لا؟ اي في واحد فوق البيت يمين. لا لا ما في طيب. ما في طيب. البيت الاخضر اللي قدام. يا حبيبي بتكلم انا. بتكلم. ممكن تسكت؟ ايه حبيبي ما في دخل. انا اتكلم مع علم مو جميع. ممكن اتكلم معه ولا معه؟ تتكلم معي. المتشادو اتكلم معه. خلي القرد ذاك ينزل من بيته. خله طيب. لا خلاص يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اي ادب ادب. راح نسحب من الموقع. بس ما راح نسحب. توزع توزع وتوجه فوق البيوت. عند الاشاره اطلق النار. في شخص طلع سلاح وشخص نام تهديد بشكل مباشر. جهز العوم يتجهز. اللي عنده خذها البسها. وصلت الموقع انا. اي موقع؟ خلاص حطه فيه. حط الرجال فيه. انا بنبدا مداهمتنا. توجهنا دعم. خليه يرقد. ايه العموم جاهز؟ جاهزين جاهزين معلم.
عندي شرط اطلق النار. عندكم رؤية على اي احد سريع؟ اي لا اطلق اسلحه. سقاط الاول احسنت. خلوا عندكم خط رجع الهروب، خلوا عندكم خط رجع الهروب. هذا بيتهم، وانا ضيعت بيتهم يا عيال. هذا ولا ذا؟ في اشخاص عند المغسلة، ثلاث اشخاص. هل متاكد ان معهم؟ بالغار. انتبهوا ترى بيجونكم من ورا، بيغدرونكم غدرة. حركاتهم. عندي واحد قدام الحارة. متأكد ان منهم لابس اخضر؟ متأكد ان منهم؟ ما احب السكوت المفاجئ هذا، يخرشني ترى شوية. عليك اي احد بالحارة نسقطه، خلاص معنا واضح. وبالذات اذا كان لابس اخضر اسقطه. احسنت. اداهم بيتهم. اداهم بيتهم مين؟ كل امهم في البيت. مجنون انت يا مجنون. راح وفير يا مجنون. جايك هولد 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 يور بوزيشن، هولد يور بوزيشن. يا دون ارسل. ابغى شكلهم، شكل المتشاد. تعرف شكلهم؟ بتاكد لك من ليون عندي. علم يا اخوان راح نداهم. جاهزين؟ اسقطوك. لا يا جون غدره. واح مصاد شخص الأول، مصاد شخص ثاني، مصاد شخص ثالث. يا مجنون بش 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 سريع بش بش بش. كم اسقطوا؟ كم اسقط الشخص الرابع؟ كم اسقط الشخص الخامس؟ مجنون بش يا عيال. وراك 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 تعال. انا اعلم ازمن تعال يا بارد الوجه. تزمن وتشارلي معك. ارجع ارجع. لا بارد الوجه. اصبر اصبر. كلنا اشخاص بالداخل. باقي انا باقي حي، باقي حي معي تشارلي. يا ابو سلمة باقي اشخاص، يمكن اربعه بالداخل. اربعه بالداخل عليك. لا تبش. جلسه. احد يبيك مع الباب؟ احد يبيك مع هلدو 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 مع الباب. هلدو 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 يا اخوان. في اشخاص بالخارج، في اشخاص بالخارج. موقعهم بالضبط، موقعهم بالضبط، موقعهم بالضبط. فوق فوق البيت. في اشخاص غدره. اي والله. كم نسبة ان ننسحب يا اخوان؟ ما عليك عندك طلقات. مستحيل ان ننسحب. ما عليك الفوز. اوكي حتى الموت. حتى الموت. والله لا ادعس عليك يا كلب. والله لا هينك. ما عليك ويس الراس. اسمع مشاط والله ما معي لسه. معك مشاط بس مشاط. ايه معي هات حل. اللي باقي حيتكلم الموجة، اللي باقي حيتكلم الموجة. سريع. وجود عمر اللي عند الباب قدام الباب. مين عسكري انت؟ بنت ترى في غدرة ناس. انا ايه ترك في الاوبن قاعد، في ناس برا وفي ناس داخل. ما عليك بعطيك كل مهم، كل مهم. قبال البيت، شفت البيت؟ ايه الباب بالضبط. طب اسمع اسمع، عندي شيء مهم. انا بعد عندي شيء مهم، عندي شيء مهم. اسمعني 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 يا عيال. كم نسبة ان ندخل مع الباب؟ راح واحد غدر، راح واحد. حلو. اسمع، كم نسبة ان ندخل مع الباب؟ ايه يا عيال، كم نسبة ان ندخل مع الباب ونسيطر على الموقع داخل؟ مستحيل. صعبة صعبة صعبة. كم باقي منهم؟ كم؟ كل الاماكن حاليا يمكن اربعة في الداخل. كبرني من ورا. طيب انا بابي.
فوق المبنى مين؟ أنت فوق المبنى؟ اثنين كلهم هو أنت؟ إيه بدخلك أنت بواقف يمين ها؟ اسمع واقف يمين اثنين في اثنين يشوفونك واحد بدون خذه واحد يزن خلاص اسكت يزن خلاص اسكت عيال تجمعنا بنداهم ما عاد فيها والله يا من داهم ننجح ولا نطيح الدباب من ذا القروشة اسمعنا بنداهم هي نداهم داخل داهم لا مسكين هاي عليك احتاج كبر ما اطلب حال الشرطة مجنون انت يا يعني ليش تهمون؟ ليش اصبر؟ قلنا نبي نداهم ما قلت داهموا قلنا نبي نداهم توجه لك يا مال رئيس الرؤساء توجه حاليا انا ودون توجه لكم توجه بسرعة بيك انا ابو لعبك بيك ترى في دباب في اثنين يدورون ادري غثيث مرة ليه ما يبيك لي ليش؟ والله بيتهم مسكة بنت حرام صدق كنيسة يرجع كنيسة يا اخي مشكلة الجرافيكس ومسوي ار بي ما اشوف طيب انا كيف ما اشوف حلو الله عينك يا وحش راح الزاحل عند الكنيسة وجعه ظن غدر يا زلايب وتفو عليكم واحد شرطة تاخذونا غدر من اللي باقي حي؟ رجع بشر الو بشر بشرية يا بشرية يا بشرية كلار امورك شلونها؟ طيب زق طيب اسمع تقدر تنسحب؟ لا اسحبك اجيك انا بالايرشيب تبعد عن الموقع اجيك ننسحب ولا نكمل؟ انت انا اسمع كلامك انت يا اخي عيب عليك مداهم طيب فكرة ممتازة تدري من اللي مسقط جوا ها زحفت على مدري مين اخوي صقر بيك لا ام القهر يلا ندخل واللي فيها لا 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 اشوف واحد فوق انت بي يضحكون عليك كيف اخلاقكم شلون طب نزبن بارد الوجه اللي فوق مدين نزبن خلاص شقرهم اغلبهم باقي اثنين داخل واحد برا مدين نزبن تعادل يا رجال اهم شيء تشارلي كم نسبة ان يتم استدعاء تشارلي الان في هذا الوقت؟ تشارلي ون مان ستاندينج واحد مسقط خلاص يا سبك اضرق على مين ما فيها تصبر الموجة 10 ضد 10 هادي تشيك ارجع يا شباب اللي في البيت يا عيال سلاحي 3% تكفون شفت اتبيك ورا يخرب ارجع شوي تعني بالموجة شت دون بسرعة دون باجر من السيارة استحق لي عندك ثقيل يطلق عليكم يلعن ام السلاح الزق طيب الو يا
ايش هذا كله؟ حياكم وجادوا! يلعن اصله. ليش طلعوا لنا فجأة؟ طلعوا لنا فجأة! من البيت للمعطف، اسحبوه. يوه طلعوا لنا فجأة! حبيبي هنا فاميلي هنا. هنا فاميلي يا معطف. والله طلعوا لنا الثقيل شقونا شق. اي على الشيمون والعيال المسقطين اللي جوا البيت. حد يشوف شيمونه بشل يعطونهم كلات بدرون تخسون. شوف شوف المجزرة اللي جوا ادخل بالله بدرون. تعالوا 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 وصيم مرحلة الدرون. واحد بس باقي واحد منهم باقي واحد المجزرة. يلا مع اخوياك يلا باقي واحد مين هذا؟ اطردوه هذا اطردوا الكلب هذا من بيته اطردوا براين. اذبحوا براين مو معنا. والله يا طبونا طبه ما حسبت حسابها يلعن ام النكبه. والله ما حسبت حساب هذي. يو ترى عندهم درونات وشغل الوضع مو سهل. حتى ما نضمن ما نبيه. قايل لك انت والله ما توقعت المرحله دي الصدق. انا شفت فاميليا فاميليا حق الضحك رجال السيف من خنجر والعيال قصدي عز والعيال ذول السبايك مسبك مجمع ما توقعت ذيك. يا ليل الحين الفا بيجيني ما توقعت انك راح تسبب في خسارتنا. الله يرضى عن القوصة. بقوله ما دريت. ايش دراني؟ اعلم الغيب انه معهم درون. مع اخوياك. لا لا خلهم. انا كنت احسن مع عصابة السباعك. طعم عظيم. جل من لا يخطي يا الفا. ما انا الا انسان احاول اساعد. لا 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 شوف شوف الصفة شوف الصفة اللي بسويها. شوف الصفة خله عندي. معهم سكراب. انا ما ادري ما فهمت يا عيال الحين اذا قالوا متشادو معناها كل العصابات مع بعض ولا متشابو متشادو ذي تجمع كل العصابات ولا متشادو هم فاميليا ولا وش وضع ام السالفه. يلا قطار يلا يا اخوان شوي ولا هم عصابه. يلا قطار قطار يا اخوان قطار قطار. يلا يا اخوان شوف بالله هذا شعر عسكري والله كنت حسبه بنت معاه والله. احترم نفسك يا كلب. اسكت بس هلقك سد هلقك ابشر مطقوق المفروض ما تتكلم صح. مرشادو ماسكين عصابات. طيب ليون يعني كان يشلخ علي ليون المفلم كان شلاخ صح. طيب خلينا نحط هذا سي صوتي معلش بس يعني ليون يشلخ يقول هو العصابات متفككة وصادمة بالجدار. يمين بالله يا ليون ما في الا انت صادم بالجدار حاليا اللي قاعد اشوفه درونات وجمعوا ثلاث عصابات مدري عصابتين في نفس الثانية. والله انا وياك صادمين بالجدار يا حبيبي الله يسعدك. حرفيا احنا صادمين بالجدار الان. ما تفنش افا احنا صادمين بالجدار. ما في حد صادم بالجدار. اكتب ما عليه حسبة فاميليا بس. في الشارع النبي صفه كذا ايوه صفه محترمه عندي الصفه عندي ما عليك عندي الصفه دبيازه. انا مستعيد دبيازه اطهر اقصد قدامهم دبيازه شوي. هل يسمح لي بالتبول على بعضهم؟ ابد خذ راحتك اسمح لك اسمح لك لا لا بدون لا لا بدون 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 يا دبيازه بدون شوي يا ابو. لا شيك والله المطعم ذا لذيذ يا عيال ما ادري ايوه اللي كان عندي هذا وينه راح المطعم هذا نزله
اللي ماسك في لذة، في لسعة في الأكل. هو دائما الأكل اللي جاك فيه لسعة كي تحس إنك مطبوخ في الأكل يطلع حلو، يجي له طعم شهي. المجاد طال عمرك تعال، فهمت كيف؟ هذا كان يبيك يبي يتفاهم معك، فودي تسمع منه. ما له يمكن في روح يتكلم منك شيء معهم. تومي جن دام دخل، هو قال، هو قال عندكم جوا، قلت تعال حياك الله. معهم تومي جن يا عيال، زعل وعدي انا يا حبيبي دامك دخلت. ابغى افسخ لك شيء، احب ارسل رساله بس، ابغى افسخ لك شيء. تبي تشوف؟ لا لا تشوف ايه ده عليك وعلى اللي ارسلك. انت معذبك بال 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 بي عليك بالجيزاني عليك بالجيزاني. طيب تعالوا يا شباب خلنا نغسل، خلنا نغسل صوره معتاده، صوره معتاده يا اهلان. هذول مو اول جروب، صوره معتاده. يلا 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 يا اخوان، والله مستحيل يا اخوان. هذه الرقم كم؟ الرقم كم؟ والشرطه يدور معنا. ذكر هذا الرقم 13 لان امس والله لا 14. وش مت؟ وش مات كيلر تشاندلر الله يرحمه. الله يرحمنا برحمته، يوم لا رحمة لا رحمته، رحمة الله عليك يا كلا. والله انا حمار، انا ليش سمعت كلام ليون؟ يعني انت يا ساعة تسمع كلام ليون، العصابات ضاربة بجدار بالله، واشوف فاميلي قدامي، اوه ذول مسنبك يا رجل مجمعين، والله لعن ام الغابله. يمين بالله ما تسلم بها يا فاميليا، اقسم بالله لا ارجع لك. خذها يا سيف، سيف من خنجر، ما عاد اسمك عز، سيف من خنجر، عشان توصل رساله. طيب بجيك اوف ستريم، معي 30 واحد كلهم مدججين بالاسلحه، وانت تبث كذا ما تدري وش السالفه مسكين. بجيك واطر خلي 30 دول يعنفونك تعنيف اوف ستريم، ما حد يدري، والله ما تدري متى، يمكن بعد سنة، يمكن بكرة، يمكن شهر، فجأة بتحصلني. أنا بيك تكون مستعد، والله لو منت مستعد بتندم لو مسكتك. متشادو يا شيخ، روح لأمك بلا متشادو، بلا متشادو أطلع أنا بكر هنا باكور، أنا بطلع. طيب يا فاميليا، يمين بالله ما تمشي بها، والله ما تمشي بها، متعب شارلي. شارلي بكرة تيجي رسالة خاصة، في أعضاء تشارلي 4 مماتة أو 5 بيتم استدعائهم من الفرقة. بدق على عباد شخصيا، سلام عليكم عباد، أنا أحتاجك. الموضوع صار شخصي، الموضوع خرج عن يدي خلاص. أنتم طلبتوا هذا الشيء، تحمل هذا الشيء، والله مو بيدي، هذه يدي ما هو بيدي، أرجوك أنك تتحمل. هو يبث بالله عز، إذا يبث الآن طب عليه. ليون هربوه، لا يرحم أمك، لا يرحم أمك، لا كيف كيف هربوه؟ اسم حساب لي تعال معي جنت، خله هنا ونزل من يد، قاعد ينزل ليون كويس وعاقل وراح. يلا تفضل عاد، خليك هنا ليون بجي عز. طب لقى الجواب برتولو، بسرعه ابشر كبرتولو، نزل وامشي برتولو، امشي برتولو. ابيكم تجيبون الكليب حقي يوم اشيل الاثنين والثالث اطلق على راسه ما يموت الكلب. ابو السفيح لازم يتبند والله، وحطوه بعد كذا ركب يا ابراهيم اهينك،
يا دباب الحي انت والله المفروض تسوون دباب الحي كذا يعبونك كلام وتروح ترى اسمع ترى رسما انا دباب الحي انا دباب الحي تي 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 تروح يا ابراهيم يا دباب الحي يا الدباب يا الغبي يا معتوه يا تافه يا دباب الحي كل من جاك عباك كلام ورحت آه انا ابراهيم ترى قال كذا كذا تحلل يا دباب الحي انا ابو شكلك قالوا لي بنت شوف البكايه دباب الحي هلا انا ابو شكلك كم سعرك 100000 100000 والله هذا اسمه عيال هذا اسمه ابراهيم ايش ابو نجميه فك ذات نايم هذا دباب الحي هنا دباب الحي والله اي مكان اشوفك ناديك دباب الحي والله لا تاكد اي مكان اشوف يا رب تجي عندي في تويتش يا الدباب والله لا لحق مدى حياتي دباب الحي اتى دباب الحي راح يا عيل عيه بالله منشو ابراهيم قولوا دباب الحي بالله بالله تكفون منشو ابراهيم كلكم دباب الحي تكفون ليت عندي حساب اوبس ما عندي حساب منشو ايه انهرب تاشر يا عمري اللي فيك كنا عبد ابو البق كيف هرب ليون مستحيل هرب صح غطست انا ما مداني غطست مت كيف كذا كيف رئة فار رئة كلب مو كذا لو انزل كلب يغطس بضحك اقسم بالله لا اضحك يحسبوني ضايع يا اخي حمير والله حمير والله حمير انا 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 حمار واللي ضدي حمير والعب مع حمير شوف الحمير يا زمر والله اهين ام الغباء بس واحد اهين فرقتك اهين ام الغباء يحسبوني زاب بحر يا حبيبي ميت والله ميت هنا اقفل الشاشه ليه بدخل سيرس ما معي راديو حمير اقسم بالله حمير اقسم بالله ليكون اسبك قطاع في التاريخ اول ما خليته يركب انا زبنت وشو يعني في صقور يا عيال بيصيدون من البث الصقور والله اني موجود اصيدك والله جاي يدور كم لازم انتظر اتحلل كم لازم ما بتزبن يا مفرم اقسم بالله حمير ما بدي يزبن لو ايش القم يا بسوح القم سمعني سياحك اقسم بالله ما عاد اخش تلقاني صعبه اخش سيفر صعبه بتشوفني العب فايفم لا تشوفني العب جراند لا تبي تصيني تعال روبلوكس اقفل الصوت كمان يعني ام العرق قال انت مري طيب اقفل بث تمام بوديكم يا اخوان مين بث قلاف بوديكم عند القلاف يعطيكم العافيه جميعا حضور البث بث كان جميل جدا ببدا اجهز فرقتي من الحين يمكن اجهزها حتى في ستريم تمام جهز فرقه جديده مع الفرقه اللي موجوده معي قبل لم تنتهي الحرب هنا وكلموا عز بن سعود يقول ابو سحر يقول لك 1-0 ولسه ما انتهينا تمام 1-0 ولسه ما انتهينا يعطيكم العافيه جميعا اشوفكم ان شاء الله بالتاخر لا تنسوا الفولو والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات ايضا موجود رابط في التعليق شكرا لك بعد السلامه يقول عبد الجميع للتوفيق.